السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا فرقة؟ أولى أخباركم ايه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب دايما وفي أحسن حال. معاكم زميلتكم أروع ميت فرقة تانية، عضو في تيم الهيستولوجي، نجاح بدون جشع علاج طبيعي. في البداية صديقي العزيز، أنا جاية أفكرك إن مهما كنت تعبان، قلقان، خايف، حزين، مهموم، مكروب، فكل ده في ميزان حسناتك وكفارة عن سيئاتك. فاصبر واحتسب يا صديقي، فوالله لن يضيع تعبك هباء بإذن الله. الفترة دي فترة ضغط، خارجين من فترة ضغط، يعني فترة ثانوية وضغوط ثانوية لكلية وضغط أكتر، بس صدقني هي فترة صعبة وكده، بس هتعدي هتعدي والله حقيقي هتعدي هتعدي. يعني انت عديت الأصعب منها، ثانوية كانت أصعب من كلية معروفة أكيد. فدايما حاول وسع واعرف ان ربنا ما بيضيعش تعب نهائي 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 اطلاقا. حاول دايما، عارف ان الموضوع صعب ولسه في الاول وبداية، ومذاكرة كلية غير مذاكرة ثانوية قبل كده، مرحلة الكلية مختلفة خالص عن المراحل اللي قبلها. كل اللي عليك ان انت تعمل، ابذل قصارى جهدك، طلع كل اللي تقدر عليه، مش مطلوب منك غير استطاعتك بس. وعدوا لهم ما استطعتم، كل اللي مطلوب منك ان انت كل اللي تقدر عليه وطلعه، واعرف ان ربنا عمره ما هيضيع التعب ده نهائي، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، احسن عملك وربنا عمره ما هيضيعه. بس نبدا بقى. دي كانت المسج والرساله اللي كنت حابه اوصلها لكم في البدايه. بالنسبة للناس اللي خايفة من الهستولوجي، الهستولوجي يا جماعة أسهل وألذ مادة هتستمتعوا بيها حقيقي في أولى. الهستولوجي معروفة جدا، سهلة ولذيذة لو فهمتها، لو حبيتها بمعنى صح. انت فهم هستولوجي، مفيش حاجة اسمها حفظ هستولوجي. في شابترز صعبة جدا يعني فيها جزئيات صعبة في الحفظ، لكن يعني انت لو فهمت برضو الاساس بتاعها، البيزك بتاعها، خلاص انت هتبقى خلاص عندك بيزك تبني عليه، تبقى فاهم. صدقني يعني الحفظ ده يعني بنسبة الهيستولوجي يعني ممكن تقول 90% فاهم، و10% اللي هتلاقي فيه حفظ، صور، تخيل، اللي انت تبقى فاهم بس. خلاص الفهم، فهم اساس. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا. اول حاجة عندنا الانترودكشن. احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن الابسيليم تشو، صح؟ بالظبط. في البداية هو جسم الانسان عبارة عن، يعني جسم الانسان اخدناه قبل كده في ثانوي، بداية ان اصغر حاجة في جسمنا هي الخلية، السل. واخدنا قبل كده في البيولوجي الاحياء في الثانوية ان جسم الانسان هو عبارة عن مجموعة من السيلز. جسم الانسان عبارة عن مجموعة من السيلز، مجموعة السيلز دي بتتجمع وتكون لنا تيشو. معذرة بس على الخط. مجموعة التيشو بيتجمع ويكون لي organs. الorgans بتتجمع وتكون لي ايه؟ سيستمز. كنا اخدنا في ثانوي كنا بناخد جسم الانسان بيتكون من مجموعه من الخلايا، الخلايا بتتجمع وتكون لي مجموعه من الانسجه، والانسجه بتتجمع وتكون لي مجموعه من الاعضاء، والاعضاء تكون مجموعه من الاجهزه. ده جسم الانسان، ده جسم الانسان، ده تكون جسم الانسان. جسم الانسان عباره عن سيلز تكون مجموعه تشو، تشو تكون اورجنز، الاورجنز تكون ايه؟ اجهزه. تمام. طبعا زمايلنا افادوا واستفادوا في السيلز في شابتر سيتولوجي، احنا بقى نبدا بايه اللي عليه الدور؟ طبعا ايه؟ التشو، الانسجه. فاحنا هنبدا باول حاجه عندنا التشو، اول نسيج عندنا هو الابسيليان تشو. تمام تمام. عندنا بنقول ان جسم الانسان، التشو اللي موجوده في جسم الانسان عندنا 4 تايبس، اربع انواع. ايه هما بقى؟ اول حاجة عندنا هو الابيثيليال تشو. يعني ايه ابيثيليال تشو؟ اول حاجة، طب هنقول الاول الانواع بعد كده هنفسر واحد واحد. عندنا الابيثيليال تشو
تاني نوع الكونكتيف تيشو، تالت نوع الماسكولار تيشو، رابع نوع النيرفوس تيشو. اول نوع عندنا كنا اخدناها في ثانويه ان هو بيكون جسم التيشو في جسم الانسان النسيج الضام والنسيج النسيج الطلائي، النسيج الضام، النسيج العضلي، النسيج العصبي. بالظبط تذكرتهم معايا بالظبط كده. اول حاجه عندنا الابيثيليال تيشو دوت هو النسيج الطلائي، من اسمه طلائي يعني بيطلي من الداخل والخارج. نركز على كلمه من الداخل والخارج، لان البعض بيفكر ان هو من الخارج فقط، لا من الداخل والخارج. بالظبط احنا لو عندنا عماره، العماره دي بتتكون من جواها ايه؟ جواها الشقق. لما بنيجي نطلي العماره دي يعني بندهنها، بندهن الشقق وبندهن العماره من بره. بالظبط ده اللي بيحصل، نفس احنا دهنا العماره من بره ودهنا الايه الشقق من جوه، نفس بالظبط اللي بيتطبق على جسم الانسان. بنطلي جسم الانسان من بره وبنطلي برضه من جوه، ماشي تمام. من بره عباره عن الاكسترنال كفرنج اللي بيغطي الجسم من بره، يعني بيستلم لو غطي الجسم من بره. الاكسترنال كفرنج عباره عن ايه؟ عباره عن السكان. السكين دوت هو ابيثيليال تشو، تمام دوت ايه اللي من بره. طب من جوه كل ما هو داخل جسم الانسان مبطن بابيثيليال. دي بصي دي كده كل ما هو داخل جسم الانسان اعرف ان هو مبطن بابيثيليال. عندك الهارت، عضله الهارت عضله القلب دي مبطنه بابيثيليوم. عندك الريسبيراتوري سيستم مبطنه بابيثيليوم. كل حاجه جوه جسم الانسان مبطنه بابيثيليوم، تمام. وهنستفيد في شرح الابيثيليوم لوحده دلوقتي، بس يعني انا بدي يعني كتوبك بس كده، يعني اللي هو تبقى عارف بس كل يعني كل نوع يعني عباره عن ايه، بس بفهمك بس يعني الاساس البيزكا يعني كملخص كده، تلخيص بس بسيط لكل نوع. تاني نوع عندنا وهو الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو معناه ايه؟ معناه النسيج الضام. ضام يعني ايه؟ من اسمه يا جماعه احنا بناخد يعني بنشرح الكونكتيف من اسمه، النوع من اسمه، نوع قصدي التيشو من اسمه. قلنا الكونكتيف تيشو معناها النسيج الضام. يعني ايه ضام؟ ضام يعني بيضم، بيربط كل حاجه مع بعضها. سؤال، انت مثلا او انت مثلا بنشوف اللعيبه اللي بتلعب جمباز ازاي بتتشقلب، بنشوف يعني جربت قبل كده تتشقلب؟ جربت قبل كده تشوف حد قدامك بيتشقلب؟ ما جاش في دماغك بقى سؤال مره هو ليه مثلا واحنا بنتشقلب او بنشوف حد قدامنا بيتشقلب ليه قلبه ما بيتشقلبش معاه؟ ليه الأورجنز بتاعته اللي داخل جسمه دي ما بتتقلبش معاه؟ يعني جربت تسأل نفسك السؤال ده؟ أكيد كلنا يعني دلوقتي خطر على بالك، حتى لو مسألتوش قبل كده دلوقتي خطر على بالك، هي ليه صحيح ما بتتقلبش معاه؟ لأنها مثبتة من جوه بكونكتيف تيشو. بس يبقى كونكتيف تيشو ده بيربط وبيضم كل حاجة مع بعضها كده ويثبت، وهو برضه وسيلة توصيل الأغذية، لأن بيمشي معظم الكونكتيف تيشو ده ماشي في البلاد فيسل. دي معلومه كده نخليها على جنب لان هنحتاجها دلوقتي، ماشي. تالت حاجه عندنا وهو الماسكولار تيشو وهو النسيج العضلي. ماسكولار يعني ماسل. عندنا تلات انواع من المسل، 3 تايبس. اول حاجه عندنا واللي هي السكيليتال ماسل، تالت نوع عندنا وهو الكاردياك ماسل، رابع نوع عندنا وهو السموث ماسل. عندنا شابتر كامل بيتكون معانا الماسكولار تيشو وهندرسه باذن الله في بعد الترم ده باذن الله. ده بالنسبه للماسكولار تيشو. نيجي بعد كده على النيرفوس تيشو. النيرفوس تيشو، النيرفوس اساسا عندنا في جسمنا يا اما نيرفوس احساس يا اما حركه يا اما سن، هما تو تايبس فقط، نوعين فقط، سنسوري او موتور، يا اما مسؤول عن الاحساس يا اما بتنقل الحركه بس. وعندنا برضو شابتر هندرس برضو النيرفس تشوفين، تمام. ده بالنسبة ليه أنواع التشوف داخل جسم الإنسان. يعني ما يجينا سؤال يقول لنا human body is composed of كام basic type of tissue؟ أربعة. طب إيه هما؟ epithelial tissue، connective tissue، muscular tissue، nervous tissue. ممكن بقى يحطهم في سؤال MCQ كله، يعني يحط مثلا ثلاثة ويجيب نوع بره ويقول لك all except
يعني كلهم ما عدا، اي ويجيب لك حاجة تانية من بره. تمام، احنا بس نفتكر عارفين الانواع، عندنا 4 انواع خدناهم قبل كده، نفتكر يعني حتى لو لاقي صعوبة ان انت تحفظهم، احفظ يعني بالعربي وترجم بالانجلش فهتفهمك بالظبط. احنا كنا واخدين في ثانوي نسيج الطلاق، نسيج الضم، نسيج العضلي، نسيج عصبي. طلاقي نفتكر ايه؟ بيساليا الضم كونكتيف، عضلي يعني ماسكولار يعني ماسل، عصبي يعني في نيرفس يبقى يعني في نيرفس يبقى في نيرفس يبقى هو ايه النيرفس تيشو. تمام. نيجي بقى عندنا، ادي عندنا السلايدز دي فيها اهوت الفور تايبس، وجايب كل واحده هيستولوجيكال بيكتشر ليها، جايب لها هي الصوره توضيحيه في الهيستولوجي. كل واحده من دول يعني هنشوف الصوره بتاعتها دي، هنشوفها دلوقتي واحنا بنشرح كل الشابتر، برضو هنشوف الصوره بتاعته كده وهنوضحها بالظبط. تمام، نيجي بقى عندنا على الاساس بتاعنا وهو الابيثيليال تيشو. احنا قلنا ابيثيليال النسيج الطلائي في البدايه هي عباره عن يعني كلمه ابي سيليا، هي كلمه لاتينيه مكونه من مقطعين ابي وثيليا، ابي وتعني اون، سيليا وتعني سيرفس. يبقى الابي سيليا معناها ايه؟ اون، معلش يا حضرتك، يبقى الابي سيليا معناها ايه؟ اون وسيرفس، ابي اون وسيليام سيرفس يعني على السطح. تمام، فهو الابيثيليوم هو عبارة عن، احنا قلنا نسيج موجود على السطح covering the body ولاينز ذا اكسترنال اورجنز. covering the body يعني بيغطي البادي، ولاينز ذا اكسترنال اورجنز يعني بيبطن ايه الاكسترنال اورجنز بتاع الجسم، الاعضاء الخارجية. تمام، هنا كده عندنا نيجي نقرا بقى. بيقول ان الابيثيليوم تيشو هو عباره عن كفر، بيقول ان هو it covers a surface بيغطي السطح، lines a cavity or forming a gland. ما هو بقى عند الحته دي يعني ايه ان الابيثيليوم lines a cavity or form a gland؟ يعني ايه بقى الجزئيه دي؟ بصوا، هو الابيثيليوم بيتجمع مع بعضه، بيتجمع كده ابيثيليوم مع ابيثيليوم مع ابيثيليوم كده ويتجمعوا يكونوا لي ايه الجلاند، فورميشن للجلاند. الجلاند دي بتعمل ايه؟ بتعمل سكريشن. ركز في الحته دي، الابيثيليوم بيتجمع مع بعضه و ايه يكون جلاند فور سكريشن، من اجل الايه الافراز. حسب بقى الجلاند دي مسؤوله عن ايه، هتفرز ايه بالظبط. يعني مثلا السبيت جلاند مسؤول عن ايه؟ ان هي بتفرز السبيت اللي هو العرق بالظبط. هو بقى بيتجمع ويتكون الجلاند عشان تخرج ايه اكسكريشن للايه للسبيت جلاند للسبيت. ماشي، ادي هنا كده عندنا قلنا التاني الابيثيليوم بيعمل ايه، كفر ذا سيرفيس، هو بيغطي السيرف موجود اهوت على السيرفيس، او احنا قلنا السكين يعني السكين اهوت بتاعنا. تمام، تاني حاجة عندنا lines a cavity، ان هو lines a cavity of organs، مش احنا قلنا ان هو بيبطن ال external organs بالظبط، ايه covering ال external organs. formation a gland، قلنا بيتجمع ويكون gland. من مميزات الابيثيليوم عامة ان هو كالبنيان المرصوص، معروف ان الابيثيليوم خلايا كالبنيان المرصوص، بتبقى مترصصة كده جنب بعضها، لازقة كده ببعضها، بتعمل كده خلايا لازقة في بعضها كده هو، بتعمل جنكشن متصلة ببعضها، ما فيش اي فصل ما بينهم على الاطلاق. ماشي، الابيثيليوم عامه معروف ان هو
الجسم بيتعرف من خلايا، يعني هو اصلا المتشفى فيه خلايا. الخلايا لو خدنا بعد كده الانواع اللي فيه ما بعد الكونكتيف والمسكولوسكيلتون، هنلاقي ان الكونكتيف مثلا بيتكون من فايبرز وسيل وماتريكس، يبقى السيل بيتعرف من هو السيلز بتاعته تبقى متصلة ببعضها يعني جنب بعض كده على طول، وبتبقى تحت على بيز ميمبرين، ومفيش اي جنكشن بينها خالص خالص، ومفيش اي قصدي مفيش اي فواصل ما بينها، اما هي بتبقى متصلة من بعضها عاملة جنكشن يعني مربطة كده ببعضها، بنصفها بالظبط ان هي كالبنيان المرصوص. فهنا بيقول ان ايه، الابيثيليوم تيشو كونتينز اوف سيلز اتاتشد تو وان انذر، يعني الخليه جنب بعضها جنب التانيه يعني متصلين ببعض، ده الجنكشن بتاعهم، مفيش تو فورم ان يوني انتربتد لاير اوف سيل ذات سبريدز ذا اندرلايننج تيشو فروم ذا اوتسايد وورد، اللي هي بتعزل التشو اللي تحتها، التشو اللي تحتها الكونكتيف تشو عن ايه، عن الاوتسايد وورد، ان هي بتعزل الاندرلاينج تشو اللي هو الكونكتيف تشو، تمام. الكونكتيف تشو بنختصره بايه، بسي تي، بتعزله عن ايه، عن الاوتر سايد وورد، ماشي. هو بتبقى ايه، بتبقى عبارة عن، احنا قلنا ان هي هتبقى يعني كلوزلي ادهيسف، بتبقى خلايا كلوزلي ادهيسف تو اتش اذر متصله ببعضها، اتاتش تو ان هي بتبقى اتاتش تو انذر، يعني واحده جنب واحده جنب واحده لازقين في بعضهم كده، قلنا عاملين زي الايه، زي البنيان المرصوص، بيكونوا لاير. اللاير دي بتبقى ان انتربتد، يعني خلايا مش متقطعة، يعني الخلايا متصلة ببعضها، خلايا متسقة ببعضها، مفيش أي interrupted بينها، مفيش أي فاصل بينها، تمام؟ تمام. يبقى نعيد تاني، هعمل ايه، الابيثيليوم اللي احنا قلناها covers a surface، هو بيغطي السيرفس ويعمل ايه، وبيبطن lines external organs، وبيعمل ايه تاني، بيتجمع مع بعض ويكون جلاند فور اكسكريشن، خلايا بتبقى ملزقه في بعضها وعامله جنكشن زي البنيان المرصوص كده، وما فيش اي انتربشن بينها، ما فيش اي يعني فواصل بينها خالص خالص خالص. وبتعمل ايه بقى اخر حاجه، ان هي سيبريت ذا اندرلاينج تيشو فروم ذا اوتر سايد وورد، تمام. دي بالنسبة لي ايه، الابيثيليوم تيشو. تاني حاجة بقى معانا في ده بالنسبة لتعريف الابيثيليوم وبيعمل ايه وهكذا، الجنرال كاركترستيك بتاعته ايه، صفاته. طب ايه اللي بيميز الابيثيليوم ده، احنا بنقولها في حاجة بقى كده، الابيثيليوم ده واحد ما عندوش دم، معروف واحد ما عندوش دم ولكن بيحس، واحنا بنقول اي شخص ما عندوش دم وبيحس، لا، الابيثيليوم بقى ما عندوش دم بس بيحس، يعني احنا مش هنشبه بني ادم بابسيلي، لا، هو ما عندوش دم ولكن بيحس وبيقع ويقوم. بص بقى، ده سبايدر مان في نفسه كده، ايه ده سبايدر مان، السبايدر مان بتاعنا دوت ما عندوش دم، هو سبايدر مان عنده دم كرتون، لكن سبايدر مان بيحس، يبقى نفتكر الابسيليوم بانه سبايدر مان، سبايدر مان ما عندهوش دم ولكن بيحس وبيقع ويقوم، مش سبايدر مان بيقع ويقوم، تمام، نينجا كده في نفسه، ما عندوش دم. يعني ايه بقى عندنا ما عندوش دم دي، يعني ما عندوش نون بلاد فيسلز، يعني افاسكولار. يعني ايه بقى كلمه افاسكولار دي، افاسكولار دي فاسكولار، يعني كلمه فاسكولار يعني عنده ثلاث حاجات، فيسلز، يا اما عنده ارتري وعنده فين وعنده ليمف، يبقى ارتري
وي فين وي نيرف ولمف ولمف. دوت بقى احنا قلنا ما عندوش دم يبقى في كل يبقى هو ايه افاسكولار. كلمه احنا قلنا فاسكولار يعني عنده الاوعيه دي، عنده الارتري عنده اوعيه دمويه، عنده ارتري عنده فين عنده لينف. لا هو بقى كلمه لما نحط مقطع ا قبل كلمه يبقى ديت بمعنى عكس عكس الكلمه. يبقى يعني مثلا افاسكولار يعني عنده الحاجات دي، فاسكولار ما عنده الحاجات دي. اما نحط كلمه افاسكولار بس يا جماعه نركز هنا ان الايه تكون ملتصقه بالكلمه يعني متصقين، اما لو منفصلين كاني بتكلم على وعاء عادي ده عنده. فاهمين؟ نركز جدا في الجزئيه دي. افاسكولار يعني الكلمه الايه ملتصقه بالفي ماشي. فهنا كده قلنا عنده ان هو افاسكولار ما عندوش دم، ما عندوش دم ولا عنده لينف بتوين ذا سيل. طب دلوقتي طب هو في حد بيعيش من غير دم؟ طب يعني ازاي مفيش حد بيعيش من غير دم؟ طب هو يتغذى منين ما دام بقى مش الدم دوت اللي هيوصل له الاكل المفروض يعني؟ طب هو يتغذى منين؟ طب هيتغذى منين بقى؟ الحته دي بقى ان انا قلتها من شويه هقول لك بقى دلوقتي ان هو يتغذى بالديفيوجن. مش احنا قلنا الابيثيليوم بيبقى دوت اللي على السطح تحته على طول الكونكتيف تيشو، تحته على طول الكونكتيف تيشو. فهو هيعمل بقى احنا قلنا من شويه ان الكونكتيف تيشو دوت مسؤول عن التغذيه وبيبقى ايه ماشي معظم البلود فيسلز. يبقى كده ايه اللي هيوصل له الاكل مين؟ النيتريشن والتغذيه بتاعته هتوصل له عن طريق الكونكتيف تيشو. طب هتوصل له بطريقه ايه بقى؟ طريقه ديفيوجن الانتشار. بتنتشر منين؟ من الوسط الاعلى تركيزا للاقل تركيزا. عندنا الاعلى تركيزا الكونكتيف تيشو هيروح للاقل تركيزا اللي هو ايه الابيثيليال تيشو. تمام يبقى كده كده عندنا قلنا ايه اول حاجه عندنا قصيه ان هو ما عندوش دم ويبقى طبعا ما عندوش ولا فين ولا عنده ارتري ولا عنده لنف ماشي. طب ماشي هيتغذى دلوقتي منين؟ طب هو هيعيش ازاي؟ هياخد تغذيه منين؟ هياخده منين؟ من الكونكتيف تيشو اللي تحته. منين؟ من اندر لايننج كونكتيف تيشو ماشي. تمام هياخده بطريقه ايه؟ طريقه الديفيوجن طريقه الانتشار الاعلى تركيزا الاقل تركيزا. الاعلى تركيزا عندنا الكونكتيف تيشو، الاقل تركيزا عندنا للابيثيليال تيشو. تمام دي اول خاصيه عندنا ما عندوش دم. احنا قلنا لكن هو حضرته بايه بيحس يبقى هو عنده ايه؟ احنا قلنا السنسيشن عندنا بنحس بايه؟ يبقى عنده نيرف فايبرز. تمام يبقى هو كده عندنا قلنا عن افاسكولار بس ايه دلوقتي قلنا ان هو عنده ايه نيرف فايبر لانه احنا قلنا افاسكولار ما عندوش دم تاني حاجه عندنا ولكن بيحس عنده ايه نيرف فايبرز. تمام تالت حاجه عندنا ان هو بيقول ان هو بيقع ويقوم. مش احنا قلنا ايه هيقع ويقوم سبايدر مان نفسه يبقى بيعمل ايه عندنا ديجنريت يعني ان هو ديستروي. ديجنريت بمعنى ديستروي بتتدمر. سؤال بس هو السكين بتاعنا دوت مش بيتجدد بيحصله تجديد ان هو السكين دوت كل فتره بنلاقي بيحصل تجديد ليه يعني السكين دوت بيتدمر ويتكون سكين جديد وهكذا. فهو بيقع ان هو بيحصل له ديستروي ان ال ابيثيليوم دوت ان اسهل مثال عندنا السكين يا جماعه جلدنا لما بيتجدد بيحصل له الديجنريت بيحصل الديستروي ان الخلايا بتاع السكين دي بتموت وبيتكون على طول رابيدلي جنريشن. النسيج الوحيد في جسمنا للرابيد جنريشن هو الابيثيليوم. دي معلومه يعني مهمه جدا جدا جدا. الرابيد التيشو الوحيد في الجسم الرابيد جنريشن هو ايه الابيثيليا. يبقى هنا كده تاني نعيد الجزئيه دي تاني قول الملخص بتاعها. هيجي لنا سؤال على فكره الجزء دوت بيجي ترو اور فولس. ايه بقى يقول لك الابيثيليوم افاسكولار صح ولا غلط؟ صح. مش احنا قلنا ان هو ما عندوش دم يبقى افاسكولار دي اول حاجه. تاني حاجه هو الابيثيليوم بياخد نيوتريشن ازاي؟ بتوصل هو الابيثيليوم بياخد نيوتريشن عن طريق ايه؟ كونكتيف تيشو. ممكن تيجي لك كونكتيف تيشو
ماشي. ممكن تاني يقول لك طب بطريقة ايه؟ ديفيوجن، تمام، بطريقة الديفيوجن، الانتشار، ماشي. ممكن مثلا يقول لك هو الابسيليوم تيشو بيتغذى، طبعا ترو صح. ممكن مثلا يقول لك هو الابيثيليان تيشو عنده نيرف سبلاي، طبعا اوكي عنده، قصدي نيرف فايبر، اوكي اكيد ترو، عشان هو ايه، احنا قلنا ان هو بيحس. طب هو سؤال بس اخير، هو الابيثيليان كان ريجنريت، طبعا ترو، مش احنا قلنا ان هو بيقع ويقوم، يبقى بيعمل ديجنريت وايه وريجنريت. ريجنريت يعني ايه؟ بيموت. ريجنريت بيتجدد ويتكون من جديد. تمام، تمام الجزئية دي. نيجي بقى على ال principal functions of الابيسيليم. طب هو الابيسيليم ده وظيفته ايه؟ مش احنا قلنا ان هو بيغطي الجسم من بره وبيغطي اورجنز من جوه، احنا قلنا ان هو كفرنج السبوتي ولاينز الاكسترنال. طب ايه بقى وظيفته؟ اول حاجه عندنا ان قلنا السكين، مش احنا قلنا هو الغطا اللي من بره بتاعنا من الابيسيليوم دوت، السكين عباره عن ايه؟ ابيسيليال تيشو. يبقى اول حاجه السكين ده بتاعنا بيعمل ايه؟ مش السكين بتاعنا دوت بيعمل لنا حمايه، بيعمل لنا بروتكشن. طب ازاي يعني؟ ابسط، هو التراب في الجو دوت، لو السكين مش موجود ما كانش هيدخل في التيشو جوه في الجسم جوه بقى، ويدخل في يعني ينزل الكونكتيف تيشو اللي بعد الابيسيليوم ويدخل بقى المصل ويبهدل الجسم بقى، كانت اي بكتيريا هتقف هتقوم داخله، كانت اي مثلا يعني كيميكالز او مواد كيميائيه موجوده، اي حاجه هتدخل. السكين بقى بيمنع ده كله، مش احنا قلنا ان هو بيعمل ك layer separating كده، يعني حد فاصل كده، عشان فاصل ان هو بيفصل الكونكتيف تيشو عشان يحميه، الكونكتيف تيشو اللي تحته بيحمي الطبقات اللي تحته عن الاوتر، عن الاوتر وورد اللي بره، يعني عن البيئه المحيطه بيها من بره، فاهمين؟ يعني بيفصل السكين، بيعمل ايه؟ بروتكشن. يبقى اول حاجه عندنا ان هو ايه؟ البروتكشن، بروتكشن عن طريق ايه؟ السكين، ماشي. السكين مسؤول عن بروتكشن، ده مثال واضح جدا قدامنا. تاني حاجة عندنا، مش احنا قلنا ان الابيثيليوم السيلز هتتجمع تتجمع 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 وتعمل لي جلاند. طب هي الجلاند دي بقى مسؤولة عن ايه؟ مش احنا قلنا الجلاند مسؤولة عن سكريشن، يبقى تاني وظيفة ليه ان هو مسؤول عن سكريشن as a glandular epithelium زي البنكرياس والاندوكراين جلاند. اندوكراين يعني بتفرز جوه، فين؟ في الدم. اكسكراين يعني بتفرز بره، تمام. فهي ايه؟ بتعمل سكريشن للاندوكراين جلاند والبنكرياس، تمام. طيب كده قلنا عندنا بروتكشن وسكريشن، بروتكشن وايه وسكريشن. تالت حاجه عندنا بيقول لك هو او هسالك سؤال، يعني اسال، هي الانتستين بتبقى مسؤوله عن ايه؟ مش مسؤوله عن الابسوربشن، الامتصاص، امتصاص الغذاء. هو الابسيليوم بقى اللي مغطي الانتستينال يبقى مسؤول عن ايه؟ الابزوربشن. يبقى الانتستينال ابيثيليوم مسؤول عن ايه؟ عن الابزوربشن، تمام. تمام كده خدنا بروتكشن ودوت السكان، خدنا سكريشن ودوت الجلانديولر ايه ابيثيلي، خدنا الابزوربشن اللي بيعمل ابزورب، اللي بيعمل امتصاص الانتستين، يبقى الايه؟ الانتستينال ابيثيلي. تالت حاجه، رابع حاجه بقى عندنا، احنا قلنا في النيورو ابيثيليوم، في قصدي في النيرفس، ايوه النيورو ابيثيليوم، نيورو يعني عصبي، نيورو ابيثيليوم، نيورو ابيثيليوم، النيورو ابيثيليوم دوت موجود فين؟ يعني سؤال كده، موجود فين نيورو ابيثيليوم؟
العصبية موجود في الحواس الخمسة، زي اللسان بتاعنا مثلا، زي حواس بقى التذوق، الشم، السمع، وهكذا. الحواس الخمسة بتوعنا. فالنيورو ابيثيليم موجود، الموجود في الحواس الخمسة دوت، مسؤول عن ايه؟ عن السنسيشن، الإحساس، تمام؟ مش الحواس الخمسة قبل ما نحس بيهم، ماشي؟ يبقى كده قلنا كام ايه وظيفة؟ قلنا أربعة. الوظيفة الخامسة عندنا وهي الإكسكريشن. الإكسكريشن يعني ايه؟ يعني الإخراج. مش احنا عندنا سويت جلاند والإيه والكدني، مش دي أصلا أورجنز بتاعت إخراج؟ دي أعضاء إخراج أساسا. فهي ايه؟ سيليم اللي مغطيها يبقى مسؤول عن ايه؟ عن الإكسكريشن، الإخراج، تمام. خامس حاجة عندنا وهي المايو إبيثيليال سيلز. مايو قلنا مايو يعني عضلي، مايو يعني عضلي. يبقى العضلات بتبقى مسؤولة عن ايه؟ عن الكونتراكشن، كونتراكشن، تمام. يبقى كده نقول احنا قلنا فوق ال 6 فانكشن، 6 وظايف للابسيل تشو. ايه اول حاجه عندنا؟ قلنا بروتكشن، ودوت السكان عندنا. تاني وظيفه عندنا قلنا سيكريشن، ودوت الجلاند. تالت وظيفه عندنا وقلنا الابزوربشن اللي هي الامتصاص، وقلنا ايه اللي مسؤول عن الامتصاص؟ الانتستين. يبقى الانتستين الابسيليم مسؤول عن ايه؟ الامتصاص. تالت حاجه عندنا النيورو ابيثيليوم اللي موجود في الحواس الخمسه، وده مسؤول عن ايه؟ سنسيشن. حواس الخمسه يبقى احساس، سنسيشن. رابع خامس نوع عندنا وهو الاكسكريشن، هو مسؤول عن الاخراج. طب الاخراج موجود فين؟ الكدني والسويت جلاند، مش دي اعضاء اخراج؟ يبقى ايه؟ مسؤول عن الاكسكريشن. سادس نوع، سادس وظيفه عندنا وهي الكونتراكتيليتي، الانقباض، انقباض من اجل موفمنت، حركه، ودوت عن طريق المايو ابيثيليوم. مايو يعني عضلي، تمام. نيجي بعد كده عندنا types of epithelial tissue. ايه يعني ايه انواع الابيثيليوم تيشو ده بقى؟ هو سؤال. هو الابيثيليوم اللي هيغطي جلدنا من بره، هو اللي هيغطي المصل العضله الهارت كده يعني. مثلا ابسط مثال عندنا هو السكن اللي بيغطي ايدينا، زي السكن اللي موجود في اللب يعني، الشفايف كده. لو شفايفنا لو وصلنا للسكن اللي مغطيها الكفرنج ات، والسكن اللي موجود في ايدينا، هو نفس السكن؟ لا، مختلف، مختلف عنه خالص. فاحنا بنقسم الابيثيليوم دوت لتايبس، بنقسمه لتايبس لانواع. عندنا فور مين جروب للابيثيليوم تيشو. طب بنقسمه يعني بالنسبه لايه؟ بالنسبه للوظيفه اللي بيقوم بيها، بالنسبه للاستراكشر، التركيب بتاعه يعني. اكيد النيورو ابيثيليوم يعني اللي هو مسؤول عن الحواس الخمسه، غير اللي بالكفرنج الجلد يعني. دي مسؤول يعني، ده اكيد هيختلف عن ده. فعندنا التايبس اوف ابيثيليوم، ابيثيليال تيشو عندنا كام نوع؟ عندنا اربع انواع. اول حاجه عندنا وهو الكفرنج اور اللايننج ابيثيليوم، دوت اللي بيغطي ويبطن. ده احنا يعني استفدنا في شرحه في الاول، تمام. ده الكفرنج اللي بيغطي ويبطن. تاني حاجه عندنا الجلاندولار ابيثيليوم. احنا قلنا الابيثيليوم برضو قلنا في الاول هكذا، برضو الابيثيليوم ابيثيليوم خليه بيتجمع ويكون مع بعض ويكون فورميشن جلاند، والجلاند دي بتبقى مسؤوله عن سكريشن وكذا. فالجلاندولار تاني نوع عندنا الجلانديولار ابيثيليوم. تالت نوع عندنا وهو النيورو ابيثيليوم. تالت نوع وهو النيورو ابيثيليوم. النيورو ابيثيليوم دوت هو يعني بيبقى لديه القدرة ان هو يعمل سنسيشن، ينقل احساس. ده زي ما قلنا موجود فين؟ موجود في الحواس الخمسة، وده قلناه. بصوا يعني الحواس الخمسة دي مثلا يعني اسهل مثال عندنا اللسان. هو لساننا لما بيتلسع، اما بتتلسع قوي جامد قوي،
مش بتقعد كذا يوم مش عارف تستطعم الأكل، وبعد كده بتلاقي خلاص لسانك رجع تاني. هو ده بيتطبق بالظبط على الجنريشن والدي جنريشن. هو أصلا في إبسيليان هنا كفرنج اللسان بيحصل له، هيحصل له بقى دي جنريشن هيتدمر، فمش هحس بطعم الاكل، وبعد كده هيبدا بقى يتكون. احنا قلنا ان هو رابيدلي ريجنريشن، هيتكون بسرعه بسرعه بسرعه. فايه بعد كذا يوم زي ما قلنا هنحس بالاكل، لان هيبقى رابيدلي ريجنريشن هيرجع تاني على طول. اخر نوع معانا وهو النوع الرابع وهو المايو ابيثيليان. ومايو يعني احنا قلنا عضلي، يبقى لديه القدرة ان هو يعمل كونتراكشن. تمام. يبقى نقول تاني انواع الطايبس بتاع البيسيليال تيشو بنقسمه اكوردنج لايه؟ بنقسمه اكوردنج للاستراكشر، للتركيب والوظيفة بتاعته. تمام، للتركيب والوظيفة. كل كم نوع بنقسمه لأربع أنواع، لأربع جروبس. أول حاجة الكفرنج أو اللايننج إبيثيليوم، دوت اللي بيبطن ويغطي. تاني نوع عندنا هو الجلانديولر إبيثيليوم. تالت نوع عندنا هو نيورو إبيثيليوم اللي بينقل الإحساس. رابع نوع عندنا هو المايو إبيثيليوم اللي لديه القدرة على الإيه؟ الكونتراكشن، هو اللي بيعمل لنا كونتراكشن. تمام. هنبدأ بقى يعني ندرس كل نوع من دول. هنبدأ بأول حاجة عندنا وهو الكفرنج أو اللايننج إبيثيليوم. دي في الأول، دي صورة دوت اللايننج إبيثيليوم دوت. بصوا هو ده احنا هندرس كل واحد فيهم بالتفصيل دلوقتي. يعني احنا دلوقتي هنبدأ دلوقتي باللايننج إبيثيليوم، بعد كده هنخلصه ندخل على الجلانديولار، بعد كده هنخلصه ندخل على الماي، بعد كده هنخلصه ندخل على النيورو. تمام. فالصور الهيستولوجيكال بيكتشر اللي قدامك دي يعني دونت يعني ما تقلقش خالص، لاني مثلا هناخد دلوقتي النوع الإبيثيليوم دوت، هناخد في الجلانديولار دوت، هناخد في المايو دوت، وهناخد في النيرفس دوت. بس لو ركزنا ان كل واحد مثلا يعني باين شكله وباين هو بيعمل ايه وهكذا، فاهميني؟ هناخده يعني، انا مش عاوز ادخلكم في تفاصيل قوي يعني، بس ما تعرفوش. بصوا اعرفوا بس اسماء دلوقتي، وهناخد كل واحد فيهم بالتفصيل، كل واحد يعني ما تخافوش ناخدهم بالتفصيل الممل. تمام، وبس نعرف الانواع: لايننج اور كفرنج، جلانديولر، مايو، نيور، بيسيليوم. ماشي تمام. قلنا هنبدا بالايه؟ بالكفرنج. الكفرنج او اللايننج ايه ابيثيليوم. الكفرنج ابيثيليوم بنقسمه لتو كاتيجوري، لنوعين، يعني نوع سيمبل ونوع ستراتيفايد. طب ايه هو السيمبل، ايه هو الستراتيفايد؟ مش احنا قلنا السيمبل اللي قصدي الابيثيليوم دوت بيبقى عامل زي البنيان المرصوص والخلايا جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها، ده بالظبط اللي قلناه. فبالظبط كده احنا لو عندنا السيمبل، يعني لو عندنا مجموعه خلايا من الابيثيليوم مكونه صف كده، صف من الطوب جنب بعضه، صف كده صف كده صف كده اهو، صف من الطوب واحد، صف واحد بس، لاير واحده بس، دي بنسميها سامبل. اما لو كذا لاير فوق بعضهم، يعني مثلا لاير واحده يبقى سامبل، لو تو لاير يبقى ستراتيفايد. اربعه لاير يعني لو عندنا اربعه لاير 150 يعني خلاص بدل ما عدينا الواحد دوت ستراتيفايد. يعني مثلا لو عندنا مور ذان وان لاير بيبقى ستراتيفايد، اما اونلي وان لاير واحده دوت بيبقى سامبل. يعني لو لاير واحده يبقى سيمبل، لو تو لاير يبقى ستراتيفايد، 10 لاير 10 يبقى ستراتيفايد، 1000 يبقى ستراتيفايد، 2 يبقى ستراتيفايد. نركز جدا في الحته دي. تمام. هنا كده عندنا السيمبل ستراتيفايد ايه كونتينز وان لاير من ستيلز، اما الستراتيفايد مور ذان وان لاير. تمام جدا كده. بيقول لك بقى ان احنا بنقسمهم ايه على حسب، قلنا دلوقتي ده عندنا صف واحد وعنده صف. طب ده الصف دوت اللي هو ايه اللاير، يبقى كده بنقسمهم according to ايه number of layers numbers of cell layers. تمام.
واكورد. في تقسيمه تانية بقى ان احنا بنقسم السيمبل والاستراتيفايد دول لايه، حسب الشكل بتاعهم. المورفولوجيكال فيتشرز اوف ذا سيل، الشيب بتاع الخليه نفسها، عندنا ثلاث اشكال، ايه 3 شيبس، ثلاث اشكال. يا اما ان يبقى عندنا شكل سكويموس، يا اما ان شكل يكون كيوبيكال، يا اما شكل يكون كولامينار. ايه السكويموس ده؟ السكويموس دوت بيقولك ان هي بتبقى عبارة عن طبقة رفيعة كده، لير خفيفة خالص، احنا مبططة يعني، مبططة كده ورفيعة خالص، عاملة زي القشرة ناعمة كده خالص، بتبقى يعني سوفت لاين خالص خالص خالص. دي السكويموس. الكيوبيكال دي بتبقى عبارة عن طبقة مكعبة، بتبقى كيوبل في شيب يعني شكل مكعب. الكولامينر، كولامينر جاي من عمود، يبقى ايه كولامينر يعني بتبقى ايه عمودية دوت بالظبط. يبقى هنا كده عندنا السيمبل بقى والاستراتيفايد، هنقسمهم الاتنين ل حسب الشيب بتاعه، حسب الشيب بتاع السل، ل 3 تايبس، لتلات انواع. ايه هما؟ يا اما سكويموس، يا اما سكويموس اللي قلناها بتبقى رفيعه ومبططه، يا اما كيوبيكال دي اللي بتبقى ايه مكعبه، يا اما كولامينر اللي بتبقى الايه العموديه. تمام. نيجي بقى عندنا هنا بيقولك التايبس اوف ايبيثيليوم. اول حاجه عندنا بيقولك سيمبل سكويموس، سيمبل سكويموس. بصي هنبص للصوره، الصوره عباره عن ايه، عن كام لاير، عندنا كام صف، صف واحد. يبقى دوت ايه اول كلمه عندنا نقول سيمبل. طب السيمبل دوت ده بالنسبه لعدد اللايرز. طب بقى بالنسبه للشيب، الشكل، احنا قلنا لو بصينا للسيرفيس اهو بتاعها، خلايا هيت مبططه هيت ورفيعه بالظبط، يبقى دوت ايه، يبقى ده سكويموس. يبقى هنا كده عندنا قررنا ان هو سيمبل سكويموس بالظبط. دوت دي تقسيمه الكفرنج ايبيثيليوم اكوردنج، احنا قلنا بتبقى ايه، قلنا هنا كده بيبقى اكوردنج تو ايه، اكوردنج تو نمبرز اوف لايرز، وبنرجع تاني نقسمهم، بنقسمهم حسب اللايرز، السيمبل وايه استراتيفايد، سيمبل و استراتيفايد. ماشي تمام. نرجع بقى السيمبل والاستراتيفايد دول نقسمهم اكوردنج تو للمورفولوجيكال فيتشرز بتاع السيل، سيرفيس، لاير. تمام. بنقسمهم لسكويموس وكيوبيكال وكولامينر. تمام جدا كده. تمام. ده ايه، احنا شرحنا اول صوره. نيجي لتاني واحده بقى، عندنا كام لاير هنا، كام لاير، كام طبقه، هي واحده هي بس. يبقى دوت ايه سيمبل، ده اول حاجه كان شفناها. تاني حاجه شكل لو جينا بص بس للزاويه دي اللي بالجنب دي، اول واحد ده كده، ده ايه واخد شكل ايه مكعب، يعني هو مش ظاهر قوي بس ده شكل. ادي عندنا، ادي لما بنيجي نرسم، ثواني نرسم، ادي رسم كده كروكي، نرسم مكعب، ادي عندنا هوت المكعب، بتبقى يعني الاوجه بتاعته مربعه، المكعب اوجهه مربعه، فبالتالي ان انا لو جيت بصيت له من سايد، يعني لو جيت بصيت له من السايد دوت ومش شايف الباقي، هشوفه على انه مربع. ده بالظبط نفس اللي بيحصل هنا، بشوفه هوت مربع، بشوفه هوت مربع، وهكذا. تمام. يبقى دوت سيمبل كيو بويدل، ده كده ايه اول بيكتشر، اول تو بيكتشر. نيجي بقى للصوره الثالثه دي، اول حاجه عندنا هي كام لاير، كام لاير كده، شايفها كام لاير، ادي واحد، ادي قصدي كام لاير، هي لاير واحده هيت، لو بصينا لاير واحده بس، اللاير دي ايه شايفينها ان هي طويله، طولها هيت، فبيقول ان هي ايه طول، وكولامينر عموديه اهو، عمويد اهي، عمويد عمويد عمويد. تمام تمام. نيجي بعد كده بقى دوت بالنسبه للسيمبل، نيجي مثلا على في نوع من يعني خاص من ال من السيمبل بنسميه زودو استراتيفايد كولامينر. يعني ايه زودو؟ كلمة زودو دي عندنا في الفسيولوجي معناها كاذب، دي مهمة جدا جدا جدا، وهتقابلكم في حاجات كتير قوي.
زودو استراتيفايد، يعني المفروض ان هو ايه كذا طبقة، يعني هو بيقولك كذا طبقة كولامينر عمودية، هي كولامينر في الشكل، بتبقى عمودية في الشكل زي ما احنا شايفين، واستراتيفايد زودو استراتيفايد يعني بتبقى كاذبة، يعني احنا استراتيفايد يعني احنا بيقول ان احنا بنشوفها كذا طبقة، بس هي مش بتبقى كذا طبقة، هي وان لاير. احنا قلنا ان هي من السامبل، احنا ده كله بنشرح في السامبل، ما دخلتش انا لسه على الاستراتيفايد، تمام؟ ده سامبل، سامبل ماشي، ودوت دي سامبل، ودي سامبل، ودي سامبل، ودي سيمبل. بس احنا يعني لو جيت حد يبص بيقول ان هي بتظهر كزودو ستراتيفايد، يعني بيشوفها كانها كذا طبقه، بس ايه ده يعني كاذب، ده مش يعني مش صحيح. هي بتبقى عباره كده، هي بصوا بتبقى يعني هي قلنا ان هي بتبقى كلها منر، فبتبقى ايه عموديه، فهي بتبقى ايه يعني، يعني بص كده عمود قصير عمود طويل اهو، كده عمود قصير اهو وعمود تحته طويل، وهكذا عمود قصير وعمود تحته طويل، عمود قصير وعمود تحته طويل، وهكذا. بالتالي ان اللي بيشوفها يقول ايه ده كذا لاير، بس هي في الحقيقه هي لاير واحده بس، ايه يعني جزء رفيع جزء طويل وجزء قصير، جزء طويل وجزء قصير، وهكذا، تمام. هنشرحه بالتفاصيل، يعني كل واحد من دول هيتشرح بالتفاصيل دلوقتي، بس انا بس بحاول ان انا افهمك ان زودو دوت بيبقى كذا. يعني انت لو شفت ديت مثلا كذا طبقه، هي مش طبقه واحده، هي زي دي يعني كلهم زي بعض نازلين زي بعض، لا دي عشان كده بنقول ان هي زودو ستراتيفايد، يعني احنا بنشوفها ستراتيفايد بس هي اصلا زودو، يعني كاذبه، يعني دي مش يعني بتكذب اللي قدامك، يعني اول ما تبص لها قول ده ستراتيفايد، بس هي اصلا ايه، هي سيمبل، تمام. فهمت كده؟ تمام. بعد كده عندنا لو جينا بصينا دول، دول كام لاير؟ يبقى دول طبقتين، يبقى ايه على طول واحنا مامضين علينا استراتيفايد. طب على شكل ايه بقى؟ احنا قلنا جينا بصينا بالزاويه اهوت لقينا ايه، كيوبيكال على شكل مكعب، ولو جينا بصينا ايه اهوت دوت الايه المربع، مربعه ايه طبقه مربعه مربعه، ده عشان ده بصينا لها من وان سايد، اما من تو سايد حاولنا ان احنا نوصل لشكل الايه المكعب شويه، تمام. خلصنا دي، نيجي بقى على الاستراتيفايد، دي كام طبقه؟ يعني احنا بصينا اهوت لدي، دي كام طبقه كده يعني بالنظر ليها، بالنظر لدي كده كده من طبقه بالعقل، يعني كده شفناها اهوت ده كذا طبقه، اول حاجه عندنا كذا طبقه يبقى استراتيفايد. طب هنا بقى لو جينا بصينا على الاوتر سيرفيس بتاع السلم من هنا، هنلاقيها ان هي مبططه، مبططه يا جماعه ورفيعه كده، نفس اللي فوق، نفس اللي فوق بالظبط، هي السيرفيس مبطط، السيرفيس مبطط يبقى سكويموس، السيرفيس مبطط ورفيع يبقى سكويموس، تمام. يبقى هنا كده استراتيفايد سكويموس. في بقى عندنا نوع يعني سبيسيفيك من الاستراتيفايد، بصوا من النوعين دول، يعني الزودو دوت نوع سبيسيفيك للايه للسامبل، اما الترانزيشنال دوت نوع سبيسيفيك للسكويموس، تمام. ايه بقى الترانزيشنال دوت؟ يعني الترانزيشنال دوت هو بيقول لك ان السيرفيس لاير من بره بتبقى على شكل مكعب، بتبقى كيوبيكال على شكل مكعب. بصوا احنا هنشرحه بالتفاصيل، بس الفكره مثلا ان هو بيبقى ال البيز ممبرين هو بتاعه، بيقولك بيبقى هو البيز ممبرين بتاعه اللي تحت دوت، بيقولك ان هو بيبقى رفيع قوي وممول، والترانزيشنال دوت بيبقى واخد شكل السيلز بتاعته، بتبقى السوبرفيشال واخده شكل مكعب، او حاجه اسمها مهمه جدا بنعرفها بيه اسمها دو، اللي هي قبعه اهيت، حاجه كده عامله زي القبه، يعني تلاقي الاوتر سيرفيس بتاعها ادي الاوتر سيرفيس بتاعها بيبقى كونفكس، والانر سيرفيس بيبقى كونكيف. يا جماعه كونفكس وكونكيف يعني محدب ومقعر، كده نقول على حاجه محدبه، كده نقول على حاجه حاجه مقعره، مقعر. بص يعني نفتكر لو حد بيتلخبط يقول ان المقعره دي يعني المعلقه، المعلقه بيبقى اي شكل، المعلقه بتبقى يعني شكل الشكل دوت، المعلقه بتبقى مقعره. فبالظبط كده احنا عندنا ادي الاوتر لاير اهيت،
دي بره هي الاوتر سيرفيس بيبقى ايه مؤدب، بيبقى اسم كونفكس وكونكيف يعني مقعر، هنشرحها يعني باستفاضة. وبرده يعني فيها حاجة بتميزها برده، ان ساعات النيوكلس اللي فيها بتبقى تو نيوكلس، ما بتبقاش فيها نيوكلس واحدة، كل يعني كل اللي فات بيبقى هي نيوكلس واحدة بتبقى موجودة يعني في جزء يعني في حتة معينة وبيبقى ليها شكل معين. اما دي ممكن نلاقي فيها ان هي فيها تو نيوكلس عادي جدا وارد. تمام، نيجي بقى لاول نوع وهو السيمبل سكويم. السيمبل يعني قلنا هيتكون من ايه، سنجل لاير وان لاير. سكويموس احنا قلنا حاجة مبططة ورفيعة، يبقى في ايه، يبقى السطح بتاعه بيبقى فلات. تمام، فبالتالي النيوكلس بتاعته هتاخد شكله، فتبقى النيوكلس هي كمان ايه فلات بالظبط. السيل تبقى فلات، الخلية الخلية بتاعته تبقى فلات، والنيوكلياي بتاعته تبقى فلات. بصوا هي النيوكلياي دي جمع نيوكلس، جمع النيوكلس نيوكلياي. تمام تمام، نيجي بقى على السايتس. يعني بصوا هو الشابترز دوت من الشابترز اللي مليانة، يعني احنا قلنا الهيستولوجي 90% فهم و10% حفظ، هم دول 10% حفظ بقى. حاولت في كل يعني نوع احاول ان انا اعمل لك سكيمو معينة بحيث انهم يثبتوا. فاول حاجة عندنا بدأنا بالسيمبل سكويموس، بقول ان هي عندنا سكويموس سكويموس نفتكر حاجة اللي هي سيرتين لوب بري، هي عبارة عن سيرتين لوب بري القلب والأوعية الدموية، حلقة معينة حول القلب والأوعية الدموية. طب انا مش فاهم ايه اللي انت بتقوليه ده، هقولك انا بقول ايه. حسب كل كلمة من دول هيبقى الصيد بتاعه. يعني مثلا لو جينا على كلمة سيرتين، سيرتين دي يعني حاجة معينة ومخصصة، فدي التواجد الإبيثيليوم ده بيبقى في خلايا معينة في لونج أولفلاي. اهوت عندنا سيرتين سيل في اللونج أولفلاي، ماشي تمام. لوب، لوب معناها يعني في لغويا حلقة. لوب اوف انيل دي هناخدها في اليورينري سيستم قدام، هنشرحها بالتفصيل جدا، يعني موجوده في الكدني. فعندنا هنا كده لوب، ديت اللوب اوف هنل فين، في الكدني. تمام، يبقى هنا كده عندنا سيرتين لوب، حلقه معينه، حلقه حاجه معينه، يبقى عندنا سيل معينه في اللانج اوف لاي هيصلت لوائيه. عندنا لوب قلنا عندنا هو حلقه كده، يعني بصوا يعني مش يعني لوب، لوب اوف هنل، لوب اوف هنل دوت موجود فين، في الكدني. تمام، هندرسه بالتفصيل يعني قدام عشان انا يعني لو شرحت هستفيد قوي فيه، ماشي. يبقى هنا كده عندنا احنا محتاجين الاسماء بس يا جماعه، اسماء مهمه جدا جدا جدا. بصوا الابيثيليوم دوت الامتحان بيبقى عباره عن الاسماء، اسماء يتحفظ يعني بص زي يعني كده. هي بقى سكيمايات يعني حاول تثبت بيها. عندنا سكويموس، سكويموس يبقى سيرتين لوب بري حول القلب، بري معنى حول، يبقى حول القلب والاوعيه الدمويه، حلقه معينه حول القلب والاوعيه الدمويه. حلقه معينه، حلقه يعني لوب، يبقى لوب اوف هنل، معينه يعني سيرتين، يبقى دي خلايا معينه في اللانج اوف لاي الحويصلات الهوائيه. في حوله بمعنى بري، بري معنى حوله، حوله معناها بري. البري بقى دي عندنا تلاتة، بري دي حوله يعني تلاتة، تلاتة بي كده يعني تلاتة بي تحفظوا. بصوا دول هيقابلوك كده طول ما انت، دول بيزك اساسا. تلاتة بي دول بيقولك بري اوستيم، بري بريتونيم، وبري كارديم، وبلورا. ايه دول بقى؟ ديت يعني دي انسجه بتبقى محاوطه اجزاء معينه في الجسم. مثلا البريتونيوم، البريتونيوم دوت هو النسيج المحاوط لاحشاء البطن. بريكارديوم دوت المحاوط للقلب. بلورا ديت ده النسيج المحاوط للرئه. هنا كده عندنا بريتونيوم، بريكارديوم، بلورا.
دي الأنسجة اللي بتحاوط أجزاء معينة في جسم الإنسان. يبقى قلنا بري حولة، تلات عندنا تلات حاجات، بري تونيم، بري كارديم، بلورا. تمام، دول بقى بنسميهم عندنا حاجة كده اسمها في الهيستولوجي ميزوثيليوم. في الإبسام بنسميه الإبسام دوت ميزوثيليوم. ميزوثيليوم مهم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ميزوثيليوم ده بتيجي فيها أسئلة الامتحان، وقدام في الشابترز اللي قدام كلها ما بنتكلمش عن البريتونيوم والبريكارديوم والفلورا غير بنقول ميزوثيليوم. يبقى ميزوثيليوم تلقائي ان انت بتبقى عارف ان هو السيمبل ايه، سكويموس بيسيليوم. تمام تمام كده خلصنا من الجزئيه دي. تمام، نيجي احنا قلنا ايه، حلقه معينه حول ايه بقى، القلب والاوعيه الدمويه. القلب اللي هو الهارت، يعني هي اللي بتعمل لايننج للايه، للهارت. تمام، تجويف القلب هي اللي بتبقى ايه محوطة بيها. القلب، ايوه القلب بيبقى محوط بسمبل سكويمس. ماشي، يبقى حول القلب والاوعية الدموية. الاوعية الدموية احنا قلناها هي ايه، البلود فيسلز والليمف فيسلز. ماشي، يبقى هنا كده حلقة معينة حول القلب والاوعية الدموية. ايه القلب والاوعية الدموية؟ القلب اللي هي عندنا الهارت والبلود فيسلز والليمف فيسلز، ودول بنسميهم حاجة عندنا في الهيستولوجي اسمها اندوثيليوم. اندوثيليوم مهمة جدا 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 جدا، وبنسميها اندو لاني ليه بقى؟ لاني الابيسيليوم بيغطيها، بيعمل لها لايننج كفرنج ليها، او لايننج منين؟ من جوه، من انترنال. يبقى اندو معنى جوه، يبقى لان الابيسيليوم بيعمل لها لايننج جوه. يبقى هنا كده عندنا نراجع تاني كده خلصنا السيمبل سكويموس. السيمبل سكويموس، السيمبل سكويموس بتبقى عباره عن سنجل لاير، لاير واحده. احنا قلنا سكويموس يعني مبططه او مفتحه او رفيعه، فبتبقى فلات سيل وفلات نيوكلياي. بعد كده السايد بتاعها سكويموس، سكويموس سيرتن، سكويموس. يبقى البدايه بتاعتنا سيرتن، يبقى ايه سيرتن لوب؟ هي عباره عن حلقه معينه حول القلب، بري القلب والاوعيه الدمويه، حلقه معينه حول القلب والاوعيه الدمويه. حلقه يعني بلوب، يبقى لوب اوف هانل. معينه يعني سيرتن، يعني خلايا، سيرتن سيل، خلايا معينه في اللونج اوف لايف، العصبات الهوائيه. بري حول احنا قلنا البري يعني عندنا ثلاثه، بري بري كارديوم، بري تونيوم، بلورا. الثلاثه دول ايه؟ دول اغشيه بتحوط اجسام معينه. قلنا البريتون دول بنسميهم عندنا في الهيستولوجي اندوثيليوم. الابيسيليوم ده بنسميه اندوثيليوم، مهمه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. الاندوثيليوم دي قصدي بنسميه ميزوثيليوم. ميزوثيليوم واندوثيليوم مهمين جدا 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 جدا. تمام، ما هنا كده عندنا التلاتة بري، البلورا والبريكارديوم والبريتونيوم، بنسميهم ايه؟ ميزوثيليوم. ماشي، بعد كده عندنا حول القلب والاوعية الدموية. القلب عندنا يبقى الهارت، الاوعية الدموية يبقى البلود فيسلز والليمف فيسلز، ودول بنسميهم عندنا في الهيستولوجي الاندوثيليوم. تمام، يبقى كده خلصنا الايه، السيمبل سكويموس. عادي عندنا بقى دي صورة ليه هيستولوجي، ادي بيقول لك عباره عن واسين لاير، نفس اللي احنا قلناه المره فاتت. الخلايا بتاعته مفلطحه، سين لاير مفلطحه، قصدي مبططه، مفلطحه ايه، مبططه هي خليه مبططه ورفيعه. لو جينا هنا عندنا ادي اهوت، ادي النيوكلياي بتاعتها بتبقى فلات اهي. يعني بص، يعني حاول نبص هنا كده على الصور، ازي اهي سكويموس. بصوا يعني هي عبارة عن طبقة بس كده قشرة رفيعة خالص كده، يعني السكويموس ده حاجة رفيعة خالص خالص جدا 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 ونعمة كده. عشان كده يعني من ناخد برده وبالنا، يعني بتعمل سموث لاين، عشان كده بنخليها هي اللي تعمل لايننج للهارتس والبلود فيسلز والليمف والبريكارديوم والبريتونيوم والبلورا. دي حاجات مهمه في جسمنا، بالتالي دي حاجات اصلا يعني انا لو حطيت لها مثلا استراتيفاي دي بسيليوم تخين بقى كده، طبعا هيعوق حركه الدم، وفاهمين يعني
الحاجه ما تبقى تخينه، وكل ما اصلا الدايمتر بتاع البلاد فيسلز يبقى رفيع، كل ما هيوصل اسرع، ويعني مش هيبقى فيه احتكاك ان هو يبطئ لنا سرعه الدم، فاهمين؟ تمام. نيجي بعد كده عندنا على تاني نوع معانا، وهو السامبل كيوبيكل. هيظهر لنا مربع كيوبيكل. احنا قلنا ايه السامبل كيوبيكل؟ هو الايه السكيموس ايه. يبقى هيظهر لنا مربع، هيظهر لنا مربع عشان احنا بنبص له من وان سايد، مربع لان بنبص له من وان سايد، وفي النص ايه بيبقى النيوكليس. يبقى هنا كده عندنا بيتكون من سيمبل، يعني ايه لير واحده، يبقى كيوب لايك، لان هي بتبقى كيوبيكل، عشان كده مسميها كيوب لايك، عشان كده مسمينها ايه كيوبيكل كعبيه. فيها ايه سنترال ايه راوندد نيوكلياي. احنا قلنا السنترال النيوكلياي بتبقى فين؟ النيوكلياي بتاعته بتبقى فين؟ قلنا في النص. يبقى ايه سنترال وبالتالي هتبقى راوندد. تمام. بصوا بقى الكيوبيكل موجود فين الاماكن بتاعته؟ عندنا موجود في جلاندس وكدني. الكيوبيكل مكعبي، اما فين نبص لها بالقاعده؟ مربع. مربع يعني اربع حاجات احنا عندنا موجوده في، قلنا جلاندس، جلاندس دي جمع، يبقى الجلاندس دي في اربعه جلاندس. ربع بقى كده اربعه جايه من مربع. انه اما هنشوف الكيوبيكل بنبص له من سايد هيظهر مكعب، يبقى ايه اربعه جلاندس. وكدني يبقى في كدني واحده، يعني في جزء يعني معين من الكدني، كدني يعني جزء معين واحد بس من الكدني. تمام. ايه بقى الاربعه جلاندس دول؟ عندنا الثايرويد فوليكلز، واحنا عندنا الثايرويد جلاند، الغده الدرقيه. هو بيعمل بقى السمبل كيوبيكل دوت بيعمل لايننج للتجويف في الغده الدرقيه. بصوا هي اي حاجه في يعني اي حاجه مدوره، اي حاجه تلاقوها مدوره سواء بصوا فولكلز او اسينايد، يعني حاجه بتبقى مدوره، يعني سواء حويصلات سواء حقيقيه. اسينايد دي اصلا معناها بالاتنين مدور، فاي حاجه تلاقوها مدوره اللي بيعمل لها لايننج الكيوبيكال دي، يعني بيزك يعني خلوها في دماغك. فاحنا هنا كده عندنا بنقول الثايرويد فوليكلز والاسيناي بتاع السليفري جلاند. يبقى هنا كده عندنا اول جلاند الثايرويد، تاني جلاند ايه الساينوفيا السليفري جلاند، تالت جلاند معانا وهي البنكرياس. البنكرياس ما هو غده، جلاند برده. تالت رابع حاجه معانا وهي السيمبل داكت اوف الجلاندز. يبقى هنا كده عندنا اربعه ايه اربعه ضمن الجلاندس. الاربعه دول الاربعه فين؟ عندنا في الثايرويد ماشي، موجود في السليفري جلاند اول ما نشوفها. ايوه ده سليفري جلاند غده، يبقى تبع الاربعه، يبقى سيمبل كيوبيكال لان مكعب، وهكذا. بنكرياس اه ده غده، يبقى دي جلاند، يبقى تبع الاربعه جلاندس اللي هم في الكيوبيكال اللي هو مكعب، وهكذا. السيمبل ضغط اوف جلاندس، جلاندس يبقى ايه مكعب، جلاندس يبقى ايوه مكعب، يبقى تبع الكيوبيكال، وهكذا. رابع حاجه بقى عندنا، اخر حاجه بقى عندنا موجود فيها وهي الكدني، ودوت موجود في حاجه اسمها الكونفوليوتد تيوبيول اوف كدني. بالعربي كده كنا خدناها قبل كده، الانابيب الملتفه في الكدني، اخدناها قبل كده يعني في ثانوي. بصوا هو الكدني عامه ده كان الكدني يعني ليه جزء كده لوحده متفصل في الشابتر في الهيستولوجي، يعني هندرسه باذن الله. ماشي. يبقى هنا كده عندنا ايه، نعمل اخر حاجه بقى نراجع السيمبل كيوبيكال. السيمبل كيوبيكال هو المكعب، بيظهر لنا مربع في النص ايه نيوكلس. يبقى هو عندنا سنجل لاير لانه سيمبل كيوبيكال، كيوب لايك سيل كعبيه، فيها السيل بتبقى سنترال وراوندد. تمام تمام جدا ماشي. السايتس بتاعته عندنا جلاندس وعندنا كدني. الجلاندس عندنا أربعة لأن هو إيه كيوبيكال مكعب، فبنشوفه على شكل مربع في الأول، فهيبقى عندنا مربع يعني أربعة، يعني الجلانتس بتاعته الجمع اللي هما هيبقوا أربعة، رقم أربعة ده ثابت فيه. تمام. نميزه برقم أربعة. الأربع جلاندس ثايرويد فوليكلز ماشي، غدة درقية موجود في الفوليكلز، موجود في السليفر جلاندس ماشي، في الأسناي ماشي، بعد كده موجود في البنكرياس ماشي، البنكرياس جلاند موجود في
في السمول داكتس اوف جلاندس، الجلاندس اللي بيبقى ليها سمول داكتس موجود فيها جلاندس. بعد كده عندنا موجود في التيوبيول بتاع الكدني موجود. بصوا برضو نلاحظ هنا برضو عندنا ان احنا قلت ان اي حاجه مدوره موجود فيها سيمبل كيوبيكل ابيثيليوم. لاحظوا ان انا قلتها في الاول الفوليكلز دي قلنا حاجه مدوره، اصل هي حاجه مدوره. الضغط تبقى الضغط دي اصلا بتبقى بدايتها من فوق مدوره، بتبقى عباره عن سيناي في الاول كده. برضو تيبيولز انابيب وهكذا. لو يعني لو ركزنا بس يا جماعه، يعني هي برضو حفظ بس فيها فهم، فيها جزء ان انا لو شفت مثلا ده مثلا ايه ده السليفري جلاند الاسنوي بتاعتها اسنوي في سليفري جلاند، احنا قلنا اي حاجه اسنوي يعني اي حاجه مدوره ده يبقى ايه سيمبل كيوبيكال. وبرده ايه طب ما هي برده جلاند فهكذا، فاهمين يعني التفكير هكذا. نيجي بعد كده نشوف بقى السرير ايه الهيستولوجي. دي لير واحده بتبقى هو عباره عن كيوبيكال، ادي من السايد بنشوفها هنا كده عباره عن مربع ماشي. السيل بتاعتها بتبقى سفيريكال وسنترال وراوندد. لو جينا بصينا هنا كده على ادي هنا كده السيل بتاعتها النيوكلس قصدي بتاعتها بتبقى اهيت ادي هنا كده هو دوت الكيوبيكل، والسيل هي بتبقى ايه سنترال وراوندد سنترال وراوندد. ونلاحظ برضو عندنا ان هو دوت ادي الابيثيليوم اهوت عادي، عندنا جزء الابيثيليوم حواليه اهوت ادي اهوت حواليه ادي اهوت. لو شفت حاجات دي اللي حواليه اللي تحت الابيثيليوم على طول ادي الكونكتيف تيشو اهو، ادي عندنا البيزمنت ممبرين اهوت اللي محوطها اهو اللي محوط السمبل كيوبيد الابيثيليوم، وادي على طول تحته ايه الكونكتيف تيشو عشان يديله النورشمنت. تمام. وقلنا ان هو بيجعد فيه 4 جلاندس وكده. نيجي بقى على النوع الثالث اللي معانا وهو السامبل كولامنر. سامبل كولامنر سامبل يعني يتكون من ايه من لاير واحده من ايه لاير واحده. كولامنر يعني عمود، يعني احنا قلنا ان كولامنر يعني عمود فهتبقى عموديه. تمام. طب السيل بقى النيوكلس بقى بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ لو جينا بصينا في الشكل اللي عندنا دوت هنلاقي النيوكلس بتاعتها هيت اوفل دي بيضاويه بيزل واوفل، لان هي يعني حاجه يعني جماعه عموديه اهي، بالتالي انها هتتمد معانا كده هتلاقيها النيوكلاي هتاخد. احنا قلنا النيوكلاي والسيل بياخدوا شكل الابيثيليوم شكل التيشو اللي هما موجودين فيه بالظبط نفس اللي بيحصل هنا. ادي السيل بتبقى كلها من العمودية، بالتالي اللي هي هتحاول ان هي تاخد برضو الشكل العمودي ده فيبقى شكلها اوفل اوفل يبقى بيضاوي. تمام. بعد كده عندنا ايه السايتس. السيمبل كولامينر يعني معروف هيستولوجيكال ان هو موجود فين؟ في الجي اي تي في الجهاز الهضمي الجاسترو انتستاينال تراكت الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ده طبعا عندنا لو جينا بقى نقول السايتس بقى اول حاجه موجود عندنا في ستومك المعده تبع الجهاز الهضمي، موجود برضو في الايه في الانتستين. الانتستين بتساعد برضو فين؟ في امتصاص الغذاء يبقى تبع الجهاز الهضمي. موجود في الكدني موجود في الايه في الكدني، الكدني برضو بتعمل ابزوربشن امتصاص وبتساعد فين؟ في الهضم. فلو جينا نقرا هنا كده عندنا السايتس الاستومك المعده السيرفايكال كانال اوف يوترس. السيرفايكال كانال اوف يوترس ده جزء في الرحم عنق الرحم. عنق الرحم بيبقى مسؤول عن سكريشن افراز مواد معينه، بيبقى البيسيل يعني من اللي موجود فيه بيبقى كولامينر، يعني دي حاجه كده سبيسيفيك. قلنا الكدني، احنا قلنا الكدني مره وقلناها كم مره هو بقى هنا. احنا قلنا الكدني انت مش قلنا اللوب اوف هين اللي في الكدني دي قلناها في السيمبل ايه قول كده معايا السيمبل سكويموس. وقلنا برضو عندنا الكونفليتد تيوبيولز اوف كدني قلناها دي فين؟ قلناها تبع الجلاندس والكدني يبقى تبع الجلاندس، احنا قلنا اربعه يبقى تبع الايه كيوب الكيوبيكال يبقى السيمبل كيوبيكال ابيثيليوم. عندنا بقى في السيمبل كولامينر
يعني شوف الكدني هو ماشي فيهم هما الثلاثة، عنده ثلاث أنواع. عندنا برضو الكونفيليت تيوبيول وكولكتنج تيوبيولز، التيوبيولز اللي في الكدني كلها الكونفيليت والكولكتنج. ايه الابسيليا موجود فيهم بيبقى السيمبل كولامينر، تمام. بعد كده عندنا موجود في فاليبيان تيوبيول، ايه دي بقى؟ دي قناة فالوب اللي احنا خدناها قبل كده، في خدناها قبل كده في ثانوية، وبرضه هناخدها في الريبرودكتيف سيستم في الجهاز التناسلي. وبرضه عندنا السمول برينكيولز اوف لانج. هقول لكم، بص هو جي اي تي يعني يا اما في جزء معين يعني الاستومك والكدني والانتستين دي حاجات مسؤولة عن التغذية، فخلاص اللي احنا عارفينه. هي بقى يعني مثلا حاجات مسؤولة عن ان هي الافراز سكريتري سكريشن، وفي اجزاء مسؤولة عن السلياتد. هقول لكم اجزاء المسؤولة عن السكريتري دي يعني افراز بقى وكده، دي احنا قلنا عنق الرحم، وقلنا عندنا السلياتد، قلنا الفاليبيان تيوبيول، وقلنا اليوترس، وقلنا السمول برينكيولز اوف لانج. هو ايه اصلا السلياتد دي؟ يعني دلوقتي انت موقفتش عندها. السلياتد دي يعني اهداب سلية، يعني الاهداب هي بتخلي الجزء ده عنده القدرة ان هو على ان هو يتحرك. بس احنا كنا واخدين مثلا، ان هقول لكم ابسط مثال عندنا، كنا خدنا في الفاليبيان تيوبيولز ان الجنين لما بيبقى بدأ يتكون في الرحم والزيجوماتيك وهكذا، اللي بيحصل ان الفاليبيان تيوبيول دي فيها اهداب هي اللي بتدفعه لغايه ما توصل له لين اليوترس بالظبط. يعني هو الاهداب دي هي السيليا دي هي اللي بتحرك بالظبط. برضو عندنا في موجودة فين؟ في السمول برونكيولز اوف لانج بالظبط، هي الاهداف دي هي اللي بتخرج لبره. السمول برونكيولز بتطلع لبره، يعني مش هدخل حاجة جوه اللانج مش نضيفة او كده، فهي بقى اللي بتخرج، تمام. فيعني الريبرودكتيف سيستم في جزء من السيمبل كولامينر. برضو طب نقول تاني الجي اي تي ريبرودكتيف سيستم والسمول برانكيولز اوف لانج. هو في الحقيقه ان يعني اشهر حاجه موجوده فيه الجي اي تي، عشان كده احنا بنهتم بالجي اي تي اكتر. بس اما موجود برضو عندنا في الفاليبيان تيوبيول، موجود في اليوترس. يعني نحاول برضو ان هو يا جماعه ليه علاقه برضو نربطه بالريبرودكتيف سيستم. يعني زي ايه مثلا؟ احنا قلنا هوت عندنا ثلاث حاجات اهو في الريبرودكتيف سيستم، عندنا الايه الفالوبيان تيوبيول، وعندنا اليوترس، والسيرفايكال كانال اوف يوترس، اليوترس الرحم نفسه وعنق الرحم. اخر جزء كده في الرحم ده بنسميه عنق الرحم، برضو بيبقى سيمبل كولامينر. الفالوبيان تيوبيولز لان فيها سيلييتد، ماشي. احنا قلنا عنق الرحم ده سيرفايكال، دوت بيبقى فيه ايه؟ بيعمل لنا سكريشن، بيعمل افرازات جزء معين. والاستومك برضو بتعمل لنا بتعمل سكريتري، بتعمل افرازات عشان ايه؟ تساعد فين؟ في الهضم. يبقى هنا دول كده ايه؟ سكريتري. نيجي بعد كده عندنا على الانتستين، احنا قلنا الانتستين بتعمل ايه؟ بتعمل ابسوربشن، والكدني بيعمل ابسوربشن، دول مسؤولين على الابسوربشن، تمام. نيجي بعد كده على الفاليبيان تيوبيولز واليوترس والسمول برانكيولز اوف لانج، احنا قلنا دول لديهم القدرة على انهم يتحركوا، فيحركوا لي اجزاء من اماكن معينة انا مش عاوزها فيها، فبالتالي ان هي فيها سيلياتد اهداب، تمام. يبقى السيمبل كولامينر ايه يا جماعه؟ فيها بصي مجمع في كلمه ساك، كلمه ساك سكريتوري، ايه ابسوربشن، سي سيلييتد،
يعني لو مثلا يعني تحفظ بقى بالملي، يعني مش عاوز تدخل نفسك في حوارات الجي اي تي والريبرودكتيف سيستم وكذا. ساك سكريتري المسؤول سكريتري، يبقى ستومك والسيرفايكال كانال اوف يوترس، ايه ابزوربشن، ايه المسؤول عن ابزوربشن الانتستين والكيدني، تمام. المسؤول عن السيلياتد، السيليا موجودة فين؟ قلنا اقرب مثال موجودة في الفاليبيان تيوبيولز، اللي هو ايه في مراحل كنا خدناها في مراحل تكوين الجنين في الثانوية، يعني اسهل اهو، عربي اسهل. موجود برضو في اليوترس، في الرحم، موجود في السمول برانكيلز اوف لانج، عشان تخرج يعني ما تخليش حاجة تدخل ضرر الجسم، في السنين دي بتخرج لبره، تمام. يبقى نقول هنا السيمبل كولامينر تاني، السيمبل كولامينر هو عبارة عن سيمبل، يبقى سنجل لاير، وعندنا السيل بتاعته عبارة عن كولامينر، يعني السيل كولامينر عمودية، النيوكليس بتاعتها تبقى اوفال طبعا عشان بيضاوية كده، بيزل واوفال. الاماكن بتاعته بقى احنا قلنا الجي اي تي يعني في اللي موجود في الاستومك ماشي، انتست ماشي، كدني ماشي، يعني موجود برضو مجمعينهم في الاجزاء، في اجزاء بتبقى مسؤوله فيها عن السكريتري، في اجزاء مسؤوله عن الابسوربشن، في اجزاء مسؤوله عن السلياتد، في اجزاء سلياتد، فبنجمعهم في كلمه ساك ايه سكريتري ابسوربشن سلياتد. السكريتري حاجات بتفرز، يبقى السيرفايكال كانال اوف يوترس عنق الرحم، والاستومك بتفرز افرازات عشان تساعد في الدايجستشن الهضم. بعد كده عندنا الابزوربيشن الامتصاص، الامتصاص عندنا ايه اللي مسؤول عن الامتصاص؟ الانتستين والكيدني، تمام. والكيدني اللي عندنا التو تيوبيولز، اما الكونفوليوتد تيوبيولز بس دي موجوده فين؟ في السيمبل كيوبيكال مع الجلاندس، تمام. بعد كده عندنا السيلياتد، السيلياتد ديت عندنا ثلاث حاجات، الفليبيان تيبيول قناة فالوب، بعد كده عندنا اليوترس الرحم، عندنا السمول برونكيولز اوف لانج، وهكذا، تمام. نيجي بقى للرسمة، الشكل هيستولوجيكال، احنا قلنا ادي عندنا هي دي لاير واحدة يبقى سيمبل، ادي عندنا كيوبيكال، ادي عندنا النوكليس اوفال، بعد كده هنا كده عندنا لو جينا برضو شفناها في الهيستولوجيكال، ادي عندنا ادي هنا هي كده اهي كيوبيكال، اهي بالظبط كيوبيكال، قصدي كولامينر، معلش يا حضرتك، كولامينر هي عمودية وفيها اوفال نيوكلياي، فيها نيوكلياي اوفال اهي بيضاوية، ادي النيوكلياي بيضاوية، يا جماعة احنا بنعرفه من شكله هو، ادي هو كولامينر ولير واحدة، يبقى ايه سيمبل، يبقى سيمبل كولامينر، سيمبل كولامينر ابيثيليوم، تمام. نيجي بقى عند كده على اخر نوع معانا، هو في السيمبل ابيثيليوم، وهو نوع سبيسيفيك، مور سبيسيفيك جدا للابيثيليوم، السيمبل ابيثيليوم يعني مش موجود اساسا غير فيه، وهو اسم النوع دوت زودو ستراتيفايد كولامينر. احنا قلنا واحنا بنشرح البيكتشر هيستولوجي، الصوره التوضيحيه اللي كانت في الاول، ان كلمه زودو معناها كذب، كلمه زودو معناها ايه؟ كاذب. يبقى هو ايه استراتيفاي، يعني انا هشوفه كذا طبقه بس هو بيكذب، هو اصلا طبقه واحده، ده دي الخلاصه بتاعته. وبيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى بقى كولامينر، يعني اصلا السلسله بتاعته بتبقى عموديه، يبقى هو كده احنا قلنا زودو استراتيفايد يعني كذاب، هو اصلا سيمبل بس بيعمل ايه؟ بيصير كانه ايه استراتيفايد كذا طبقه، هو بيبقى عبارة عن سنجل لير اوف كولامينر، بيبقى كولامينر سيل، بيقول لك كل السيلز يعني في الابيثيليوم اساسا كل السيلز بتبقى على الايه؟ على البيز ممبرين، بيزمنت ممبرين ده هو الاساس بتاع اي سيل موجود عليه، سواء بقى السيل دي هتطلع لفوق خالص وتظهر لي في السيرفس اللي بره هنا او مش هتظهر، المهم ان هي طالعه، كلهم طالعين من البيز ممبرين. واما حاجه عارفين دي اصلا هي لو مش طالعه من البيز ممبرين هتوصل لها النورشمنت ازاي؟ ما البيز ممبرين دي تحتها الكونكتيف تيشو، فكل الخلايا عاوزه تتغذى اكيد، لان ما عندها يعني، لان احنا قلنا ان هي افاسكولار ما عندهاش تغذيه، تتغذى منين؟
تتغذى من تحتها من الكونكتيف تيشو، فطبعا كلهم لازم يبقوا ايه على البيز ممبرين، ماشي. بعضها بيبقى موجود على السيرفس وبعضها مش بيظهر. بصوا الطويله لو بصينا هنا كده، الطويله هي اللي بتوصل للسيرفس، القصيره هي ما وصلتش للسيرفس، وهكذا. القصيرين هم ما وصلوش للسيرفس، الكبار هم اللي وصلوا للسيرفس بالظبط. بس فبيقول هنا كده عندنا some cells don't reach the surface، بعضها ما بيوصلش للسيرفس، وديت اصلا اللي بتبقى القصيرة، وبعضها بيوصل للسيرفس وديت اللي بتبقى الطويلة، ماشي. بعد كده عندنا بيقول therefore the nucleus are present at the front، عشان كده النيوكلياي بتاعتها بتبقى موجودة في different level formatting فولس رو. بيقولك ان هي ايه، لما احنا كنا بناخد الصور قبل كده بنشوف السيمبل وال شفنا قصدي الكيوبيكال والسكويمس والكولومنر، كنا بنلاقي السير كلها مع بعضها كده عامله رو، احنا صف كده مع بعضها. بيقولك بقى ان الزودو دوت بيبقى فولس رو، ما بيبقاش على الصف. يعني هنا مثلا ده مش صف كامل، يعني تلاقي حته طالعه وحته نازله وحته طالعه وحته نازله وهكذا، فاهمين. فبيقولك ان ايه، النيوكلاس مش بتبقى جنب بعضها، يعني مش بتبقى في صف كده جنب بعضها، لا دي بتبقى متفرقه في ديفرنت ليفل. يعني مثلا عندنا النيوكلاس بتاع الطويله فوق والنيوكلاس بتاع القصيره تحت وهكذا، فاهمين بالظبط. طب الزودو ستراتيفايد ايبيثيليوم ده موجود فين؟ اشهر حاجه عندنا الريسبيراتوري ايبيثيليوم. بصوا الريسبيراتوري ايبيثيليوم مهم جدا جدا جدا، وتاكيد يعني من كلامي جاي منه سؤال في الامتحان. يعني بصوا اسماء الايبيثيليوم دي تتحفظ زي عينيكوا، تتحفظ. بصوا صم والله بنحاول، يعني ابسط حاجه اسكيمات، بنجمع بنفهم ايه يعني كل حاجه، يعني مفيش احسن من كده. يعني لما اقول لك مثلا السكويمس في سيرتن لاير في سيرتن لوب حوالين القلب والاوعيه الدمويه، يبقى تفصل بقى خلاص. الكيوبيكال موجود في جلاندس والكيدني، جلاندس يعني جلاندس كيوبيكال، كيوبيكال مرة اي حاجه مكعبه فبتظهر لنا مربعه، يعني عندنا رقم اربعه اساس فيها، فالجلاندس يبقى اربعه، فنشوف الجلاندس. بص يعني هم هيتحفظوا، يعني انا فهمت وفسرت وعملت سكيمات وهيتحفظوا، هم حفظ عشان الامتحان يتحفظوا. على فكره هيفيدوكوا بعدين، كل ما تاخدوا جزئيه لازم الاساس البيزك بتاع اللي احنا بنقول هي ايه الايبيثيليوم بتاعها ايه بالظبط. فنيجي بقى ليه الاماكن بتاع الزودو ستراتيفايد موجود فين؟ موجود في الريسبيراتوري ايبيثيليوم. بيقولك ايه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو جيت الاول دلوقتي سالتك هو الزودوس الاستراتيفايد دوت هو سيمبل ولا استراتيفايد ابيثيليوم، ما هو مكتوب في استراتيفايد، يبقى هو استراتيفايد. ده ايه السؤال اللهبل ده؟ يعني ايه الغباء ده؟ لا طبعا انت اللي غبي، سوري. يعني اللي فكر نفس التفكير ده انت مش مركز في اللي فات. احنا لسه قايلين زودو يعني كاذب، زودو ستراتيفايد يعني ايه، هو بيظهر لنا زودو بس هو سيمبل، واحنا اصلا بنتكلم ده كله في انواع ايه السيمبل، ما جبناش لسه انواع الاستراتيفايد اطلاقا. فزودو كاذب، ستراتيفايد كاذب، يبقى ان هو ايه سيمبل، ماشي. نيجي للاماكن بتاعته بقى، موجود في الريسبيراتوري ايبيثيليوم، هو قصدي السايتس بتاعته في الريسبيراتوري ايبيثيليوم. اول حاجه معانا وهي التروكليا، ثواني. اول حاجه موجوده عندنا التروكليا، البرونكاي ده دي كلها مش من الريسبيراتوري سيستم، الريسبيراتوري سيستم القصب الهوائيه والشعب الهوائيه وعندنا بيقول يا بصوا اي حاجه تقابلك تبع الريسبيراتوري سيستم خدها على طول. وعلى فكره برضو كان موجود في الداتا بتاعتنا، برضو موجود في النوز، وموجود في النيزوفارنكس
اي حاجه تبع الريسبيراتوري سيستم هو اللي بيعمل الريسبيراتوري سيستم بالكامل. الريسبيراتوري ابيثيليوم دوت هو اللي زودو ستراتيفايد ابيثيليوم. بيقول لك ليه بقى؟ لان زودو ستراتيفايد ابيثيليوم ده في حاجه بتميزه عن الابيثيليومز الاخرى. ايه بقى؟ ان هو بيقول لك ان هو بيبقى سيلييتد في اهداب، في الاهداب اللي اتكلمنا عليها هي بيبقى موجوده فيه، موجوده في اهداب ادي سيلييتد ويز جوبلت سيل. ايه جوبلت سيل دي؟ ايه الاسم الغريب ده؟ هقول لك. الخليه الجوبلت سيل دي هي خليه بتفرز مخاط. طب هو المخاط اصلا بيتفرز المفروض من ايه؟ هي المفروض جلاند، فهي الجوبلت سيل دي بتعمل كجلاند، بتشتغل كجلاند مع انها خليه تفرز لنا المخاط. بس المخاطب طبعا احنا محتاجينه في الريسبيراتوري ايه سيستم. هنقدر نستغنى عن المخاط؟ يحمينا من حاجات كتير قوي. هو اصلا يعني انعكاس عن حاجات جوه، يعني دوت بروتكتيف يعني سيستم كده عظيم. ماشي، يبقى هنا كده عندنا موجود في الريسبيراتوري ابيثيليوم. في احنا قلنا سيبنا بقى من النزل والحاجات القديمه دي، ندخل ايه عندنا موجود هنا مكتوب لكم بس في الداتا التراكيه والبرانكاي. ليه؟ لانهم احنا محتاجين مخاط في الريسبيراتوري سيستم، فبالتالي ان هو لازم يبقى سيليتد. فطبعا هنجيب ده كله منين؟ من الخليه اسمها جوبلت سيل اللي بتعمل كاجلاند ان هي تفرز المخاط في الريسبيراتوري سيستم. برضو بيقول لك ان هو موجود في الابيديدمس. الابيديدمس ده هو بقى دوت لو نفتكر كده في الريبرودكتيف سيستم الجهاز التناسلي في الميل عندهم حاجه اسمها ابيديدمس دوت اسمه البربر. في حاجه اسمها استيروسيليا. ايه الاستيروسيليا دي؟ الاستيروسيليا دي هي عباره عن لونج مايكروفلاي بس. هو ده يعني الابيديدنس هناخده يا جماعه قدام في الريبرودكتيف سيستم في الجهاز التناسلي، يعني هنشرح برضو باستفاضه في المهم ان احنا نبقى عارفين بس ان الريسبيراتوري سيستم الريسبيراتوري ابيثيليوم ده اهم حاجه في زودو ستراتيفايد. بص هو يا دكتور علا وهي بتجيب الامتحان بتجيب الاماكن المشهوره، بس برضو دوت ما يمنعش ان احنا نحفظ التانيين برضو، لان الاماكن المشهوره يعني بنزود عليها بس حاجتين كمان بس هما بيبقوا مشهورين. وساعات يعني مش الدكتور اللي بتبقى برضو حاطه الامتحان لوحدها، ممكن هناك في القسم برضو بيبقوا حاطين معاه الامتحان، ممكن يجيبوا لك اسم مش مشهورين. بس عامه يعني الدكتور علا بتراجع الامتحان تاني، بتحب تسهل الدنيا باذن الله. فعندنا هنا كده قلنا ان هو موجود في الريسبيراتوري ابيثيليوم، وشرحنا بالتفاصيل ان هو برضو ليه، لان فيها جوبلت سيل بيتميز ان بيبقى فيه سيليتد ويز جوبلت سيل، وده موجود في التراكيا والبرانكاي، وموجود في الابيديدمس اللي هو فيه ستيروسيليا اللي هي عباره عن مايكروفلاي. بصوا يعني ممكن تفتكريها كده السيليا، اي سيليا مش اي سيليا، السيليا اللي في الجوبلت سيل والستيروسيليا دول ايه؟ يعني جوبلت سيل جبنا سيل الجوبلت سيل يبقى ريسبيراتوري ابيثيليوم يبقى فيه انفيزيبل ستراتيفايد كولامينر. وبرده عندنا هنا بيقول لك ان هو موجود في اللارج داكت اوف سالفري جلاند. احنا قلنا فين ايه السالفري جلاند دي؟ تفتكر كده معايا دي جلاند يبقى موجوده فين؟ في الكيوبيكال. بس الاسيناي، الاسيناي بتاع السليفري جلاند، لان احنا قلنا اي حاجه مدوره اللي هيعمل لها لايننج هو الايه السيمبل كيوبيكال، فهنا كانت الاسيناي اوف سليفري جلاند. اما هنا عندنا اللارج داكت، الداكت الكبيره بتاع ال بتاع دوت اسمها ايه بتاع السليفري جلاند تمام. وهناك اصلا ما كنا بناخد الجلاندس، الجلاندس دي كانت بدور يعني اللايننج بتاع كان في معظم اللايننج كانت بتبقى يا اما الجلاندس اللي فيها اسماي او حاجات مدوره او فولكرز، يا اما اللي هي بتبقى رفيعه بتبقى سمول في الضغط تمام. يبقى هنا كده عندنا خلاصه الزودو ستراتيفايد ان هو بيبقى زودو هو اصلا سيمبل، بس الزودو كداب بيظهر لنا ستراتيفايد كذا كانه كذا طبقه، بس هو بيبقى وان لاير. يعني سالنا في الامتحان هي ايه؟ سنجل لير من الكولامينر سيل.
كل السيلز بتاعته بتبقى موجوده على البيزمنت ممبرين. وقلنا طبعا ليه؟ عشان يبقى تحت الكولكتيفيتي ويحصل لها نيوتريشن، اما غير كده ايه كانت مش هيحصل لها نيوتريشن، وبالتالي ان هي هتموت. قلنا السيلز بتاعتها مش بتبقى على نفس الجو، لان اصلا بتبقى مختلفه، يعني مثلا عندنا الطويله بتبقى فوق والقصيره بتبقى تحت وهكذا، على عكس باقي انواع السيمبل. السايتس بتاعه احنا قلنا في الريسبيراتوري ابيثيليوم، ودوت موجود في التراك في البرونكاي والتراكيا، ودوت سيلييتد في جوبلت سيل. بعد كده عندنا وموجود برضو في الابيديديمس واللارج داكت اوف سيلفر جلاندز. تمام، نيجي بس بقى نبص للصورة. عندنا ادي هنا كده، احنا دي شرحنا عليها، ده البيزمنت ممبرين اللي تحت، ودي عندنا خلية طويلة، ودي خلية قصيرة تحت وهكذا. فدوت ايه زول استرات، هو دي طبقة واحدة، لير واحدة بس فيها ايه خلية طويلة خلية قصيرة خلية طويلة خلية قصيرة، ومش موجودين على نفس الجروب الصف بتاعهم، يبقى ده سودو ستراتيفايد ابسيليوم. نيجي بقى للبيكتشر بتاعته، ان هو احنا قلنا فيه جوبلت سيل. بصوا بالظبط كده، الجوبلت سيل اللي عندنا، برو ثواني، احنا قلنا الجوبلت سيل اللي عندنا مسؤولة عن ان هي بتعمل سيلياتد. ادي هنا اهي، ادي الجوبلت سيل، الجوبلت سيل اللي عندنا. وفي صورة عندكم في بصوا اهي جوبلت سيل، ودي دي بقى الماسكولار، دي الميوكس اللي بتطلعه الجنب اهوت، جوبلت سيل، وادي اهوت الميوكس اللي بتطلعه، ادي الجنب اهوت، وادي هنا سيلييتد. احنا قلنا السيليا مهمة، سيلييتد ويز جوبلت سيل، فالسيليا مهمة في الابيثيليوم دوت. ادي برضو عندنا نعرفه منين؟ اعرفوا يا جماعة من السيلييتد، اعرفوا الجوبلت سيل دي مهمة جدا جدا جدا، هتشوفوها في العمل كده، اول ما تشوفوها يبقى زودو ستراتيفايد كولامينر ايه ويز جوبلت سيل، هو اسمه كده زودو ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم ويز جوبلت سيل. تمام، وعندنا هنا برضو كده حاجة مهمة جدا ان احنا نعرفها بيه، ادي عندنا الخلايا الطويله، وادي عندنا تحت الخلايا القصيره بالظبط، وادي عندنا البيزمنت ممبرين، وتحته يبقى الكونكتيف تيشو. تمام كده، احنا شرحنا ايه؟ خلصنا السيمبل، احنا قلنا عندنا السيمبل ابيثيليوم وستراتيفايد ابيثيليوم، خلصنا السيمبل. ادي عندنا الاربع انواع بتوعه، اربع انواع السامبل سكويمس، ودوت وان لاير اهيت ورفيعه وبطاطه. بعد كده عندنا الكيوبيدال، ادي مكعبه، ادي مربعه، ادي شكل مربعات من وان سايد، ادي السامبل كولامينر اهيت مكعبات ومكعبات، والنيوكليس بتاعتها بتبقى اوفال. بعد كده عندنا الزودو استراتيفايد، قلنا الزودو استراتيفايد ادي خلايا اهيت، قلنا خلايا طويله بتطلع لغايه فوق، بتوصل لغايه فوق، وخلايا بتخليها تحت بس بالظبط. وقلنا الاماكن بتاع كل واحد فيهم، والفانكشن بنعرفها من الاماكن، سواء ابسوربشن سواء سكريشن وهكذا. برضو عندنا هنا برضو نفس الحكايه، سمبل سكويموس ابيثيليوم، بيقولك ان هو لاين البلاد فيسلز و اند ساكل اللانج، واللانج برضو. بعد كده عندنا بيقول مسؤول برضو عن الاكستنج اوف نيوتريشن والويست والجازس، لان احنا قلنا عندنا اللوب اوف هينل، مش دي اصلا من في الكدني، والكدني مسؤول عن جزء من الابسوربشن، فبرضه نفس يعني نفس المعنى. بعد كده عندنا السيلييتد كولامينر ابيثيليوم، ودوت موجود في التراكيا والبرونكاي واليوترس. بس هو اليوترس دي يعني حته متزوده، بس لان احنا برضه في الداتا القديمه كان في ان هو كمعلومه ليك، يعني هو كان موجود في الريسبيراتوري سيستم والريبرودكتيف سيستم، برضو كان في جزء منه في الزودو ستراتيفايد كولومينر ابيثيليا.
كان مثلا عندنا احنا قلنا الابيديدمس بس هو اللي يعني من ال من ال reproductive system، بس لا برضو هو كان موجود في ال في المين يوريثرا، وكان موجود في كذا جزء في ال في ال reproductive system. بعد كده عندنا السامبل كيوبيدا الابيثيليوم، احنا قلنا طبعا عندنا الجلاندس والكيدني، وادي عندنا الجلاندس كيدني والجلاندس. بعد كده عندنا السامبل كولامينر ابيثيليوم، ودوت اللي في الجي اي تي ومسؤول عن الابسوربشن والنيوتريشن. تمام، تاني نوع عندنا هو الاستراتيفايد ابيثيليوم. احنا قلنا السمبل بيتكون من وان لاير استراتيفايد، يبقى اكتر من طبقة، يبقى ايه 2 يبقى استراتيفايد، يبقى 2 3 4 5 50 10 100 وهكذا. دول ايه بدل ما عدينا الواحد يبقى ايه استراتيفايد. فبيقول هنا عندنا ان هي بتبقى عبارة عن ميني لايرز اوف سيل. بيقولك ان هي احنا بنقسمها حسب ايه، احنا قايلين ان احنا بنقسم سواء استراتيفايد او السمبل نقسمه حسب ايه شكل الخلايا الى 3 انواع، سكويموس كيوبيكل كولامينر. طب سؤال هنا هيجينا بقى بنا، واحنا هنا بنقول ان في اكتر من خلايا، في اكتر من لير قصدي من طبقة، فهل الطبقات اللي موجودة في الاستراتيفايد ابيثيليا دوت ليه من نفس الخلايا ولا لأ؟ لأ، كل طبقة بيبقى ليها شكل معين، دي معلومة يعني، كل طبقة بيبقى ليها شكل معين. طب احنا بقى دلوقتي احنا هنحدد، احنا قلنا هنقسمه على حسب شكل الخلية، انهي بقى خلية؟ احنا قلنا ان كل طبقة بيبقى ليها خلايا بتميزها خلايا معينة، فاحنا بقى هنقسمهم على اساس بقى ان الخلايا الموجوده في النص، ولا الخلايا الموجوده على السطح، ولا الخلايا الموجوده تحت، ايه بقى يا ترى؟ بيقولك ان احنا بنقسمهم على حسب السوبرفيشال لاير. السوبرفيشال لاير دي هي الخليه الموجوده على السطح اللي بتختلف نوع للتاني. دي اول حاجه. ثلاثه لايرز اللي عندنا هما البيزال لاير، ودي اللي موجودة تحت الملاصقة للبيزمنت ممبرين. بعد كده عندنا الميدل لاير، بعد كده عندنا السوبرفيشال لاير. البيزل لاير دي بنقول ان هي ثابت، دي قواعد ثابتة يا جماعة، قواعد ثابتة. البيزل لاير معروف ان هي بتبقى ايه كولامينر لاير، شكلها ثابت كولامينر، النيوكلس بتاعتها تبقى ايه، تبقى اوفل. الانترميديت او الميدل لاير دي بتبقى بوليجونال متعددة الأوجه، خماسية أو ثلاثية. تالت آخر حاجة بقى معانا وهي السوبرفيشال لاير اللي هي على السطح، ودي بتختلف من نوع للتاني. دول التلاتة لايرز بتوعنا. في معلومة بقى حابة إن أنا يعني أوضحها لكم بقى عشان اتقابلنا دلوقتي، إن بيقولك إن البيزل لاير دي جيرمنال لاير. يعني ايه جيرمنال لاير للابيسيليوم؟ هي اللي بتعوض الابيسيليوم، يعني كل اللايرز اللي فوق، احنا قلنا البيزل لاير دي تعلق على البيزمنت ممبرين من تحت، وفوقها بقى الخلايا، يبقى هي بقى اللي هي اللي بتعوض اللايرز اللي فوقيها لما بيحصل لها ديستروي، بتعوض مين؟ هي اللي بتكون، يبقى البيزل لاير هي الجيرمنال لاير. تمام، نيجي بقى عندنا، احنا قلنا قسمناهم لايه حسب شكل الخلية لثلاث انواع زي ما قلنا. السكويموس هتبقى استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، واستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم، واستراتيفايد كيوبيكال ابيثيليوم. انا جيت دلوقتي قلت لكم ان احنا اللايرز اللي عندنا 3، البيزل لاير والميدل لاير والسوبرفيشال لاير. ادي البيزل لاير، وادي عندنا الميدل او الانترميديت لاير، وادي عندنا السوبرفيشال لاير. لو قلت سؤال بقى دلوقتي، احنا قلنا دول البيز لاير دي اللي بتبقى تحت اصلا على السيرفيس، والميد دي كل اللي في النص، السوبرفيشال دي اللي بتبقى على السطح. فلو جيت سالت قلت ان انا عندي ابيثيليوم بيتكون من تو لاير، ايه التو لايرز بقى اللي المفروض يكونوا موجودين فيه بقى؟ البيز، سواء من البيز والميدل والسوبرفيشال، ايه الخليتين اللي اختارهم انهم يكونوا موجودين في الايه في الابيثيليوم دوت؟ طبعا 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 هنقول ايه،
البيزل لاير وسوبرفيشال لاير. السوبرفيشال لاير يعني ايه على اساسها بنقسمهم، بنعرف ايه حسب ايه اللي بيدينا شكل الخليه، ودي بتختلف من نوع لايه للتاني، تمام. والبيزل لاير ديت اللي هي الجيرمينال لاير هي اللي بتعوض. اما الميد لاير يعني او الانترميديت لاير دي اصلا بتبقى يعني بولي جونال يعني متعدده الاوجه كده، خلينا نقول يعني بمعنى اصح يعني ماليش هاش اهميه زي البيزا لاير الموجوده تحت، اللي هنعرف دلوقتي برضه ان هي مسؤوله عن النيوتريشن، لان هي اللي قريبه من الكونكتيف تيشو عن طريقها هتوصلها، السوبرفيشال مهمه للخلايا بتعرف شكل الخلايا وهكذا، تمام. تمام، نيجي عندنا بقى على اول نوع وهو الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم دوت معروف بانه اتخن نوع، اتخن نوع التخين. بيقول لك هنا بيتكون من 35 لاير، في الحقيقه ان هو بيزيد كمان، يعني هو بيقول لك الرينج هنا بيتكون من 55، بس انا بقول لك بيزيد يعني هو مش كده بس. ادخل نوع ابيثيليوم عندنا هو الاستراتيفايد سكويموس، يبقى هو اللي هيكون لي الكلى الخارجي بتاع الجسم، لان انا عاوزه بروتكشن للجسم يحميه على الاخر، يبقى اجيب له ايه ادخل نوع اللي هو ايه الاستراتيفايد سكويموس. بيقول لك كمان هنا بقى الاستراتيفايد سكويموس البيزل سيلز بتاعته بيقول وين نيوتريشن، احنا قلنا ان هي قريبه من الجسم تمتين، يبقى تحتها على طول ايه الكونكتيف تيشو، هو اللي هيديها النوريشمنت، اللي هي يبقى هي ايه لول نورج دلوقتي لانها هي قريبه من الكونكتيف تيشو. بيقول بتتكون من زي ما قلنا البيز لاير او اللي هي فيها البيز سيل، دي عباره عن كولامينار سيل، كولامينار يبقى فيها ايه اوفال بيزل نيوكلياي، وقلنا برضو ان هي ايه لايرز جيرمينيت، جيرمينال لاير هي الجيرمينال لاير هي اللي بتعوض كل الطبقات اللي فوقيها من الابيثيليوم، تمام. عندنا هنا كده الانترميديت لاير دي بولي جونال لاير متعددة الاوجه، واخر طبقة عندنا وهي السوبرفيشال لاير، ودي بتقول هنا اللي هي بتختلف من الخلية الاخرى. فاحنا هنا عندنا اسكويموس، اسكويموس يعني حاجة مبططة، وزي ما قلنا حاجة مبططة حاجة فلات، فبالتالي هنا عندنا السوبرفيشال لاير بتبقى السيلز بتاعتها فلات سكويموس لاير، تمام. دي بالنسبة للسكويموس ستراتيفايد. ادي لو جينا بصينا في الرسمة هنا كده، ادي اهو اكتر من طبقة اكتر من لاير، ادي الفلات، ادي السوبرفيشال دي عبارة عن فلات اهي، ادي السيل والنوكليوي، يبقى دوت استراتيفايد اكتر من طبقة وسكويموس ايبيثيليا. طب احنا بنقسم الاستراتيفايد دوت، نرجع نقول ان احنا بنقسمه لنوعين تانيين. الاستراتيفايد سكويموس احنا قلنا سكويموس دوت ادخل نوع المسؤول عن البروتكشن، هو اللي بيغطي لنا الكفرنج البادي، ومسؤول عن البروتكشن بتاع البادي. بنقسمه لنوعين، يا اما كراتينايزد يا اما نون كراتينايزد. طب ايه ثواني، ايه الكراتين ده؟ يعني بص انا بزود حمايه، يعني غير السكويموس ده ممكن ازود له حمايه اللي انا احط له كراتين. الكروتين ده بيعمل مور بروتكشن، وبيبقى برضو ممكن نزوم عليه انه بيبقى ووتر بروف. كل جسمنا متغطي بالكراتين ما عدا اماكن في الجسم ليها فتحات من جوه خارجه لبره، اي فتحه في جسمنا من جوه خارجه لبره دي استراتيفايد سكويمس، ولكن ما فيهاش كراتين يبقى استراتيفايد سكويموس نان كراتينايزد، تمام. قلنا هنا كده فيها تبقى عاوز مور بروتكشن هحط كراتين، مش هحط كراتين. كل خلايا جسمنا فيها كراتين ما عدا الخلايا اللي بتبقى ليها فتحات وخارجه من جوه لبره. نيجي هنا نقول بقى عندنا هنا بيقول ان السيلز از سوبرفيشال لاير ار فلاتند، احنا ان سكويموس بنتكلم في سكويموس و اند نيوكليتد.
نضغط 100 خط تحت كلمة نيوكليتد، دي مهمة جدا 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 جدا، بصوا يعني إلى ما لا نهاية. ليه بقى بقول إن هي نيوكليتد؟ نيوكليتد يعني أنا بشوف بيها النيوكليوس، لأن الكروتين لما بيجي بيترسب على النيوكليوس، بيقعد يترسب لغايه ما يخلينا النيوكليوس خالص. فبالتالي هنا احنا بنقول ان احنا بنتكلم على النوع ان هو نون كريتينايزد، يعني بالتالي ان مفيش حاجه ترسبت في النيوكليوس، هيبقى ايه النيوكليوس باينه قدامي، النيوكليوس باينه قدامي، فايه يبقى دوت النون كريتينايزد. هنعرفه على فكره، ادي النيوكليوس باينه اهي، ادي عندنا دوت كذا طبقه استراتيفايد، وادي هو عندنا هو اسكويموس، ادي هو اهي السيرفيس السوبرفيشال لاير زي هي اسكويموس. بعد كده عندنا هنا كده نوان نيوكليي اهي، نيوكليي باينه، يبقى دوت نون كراتينايزد. لو كراتينايزد ما كناش هنشوف ال ما كناش هنشوف النيوكليي، زي مثلا عندنا هنا كده احنا شايفين على السوبرفيشال لاير اي نيوكليي، لا يبقى دوت نون كراتين، يبقى دوت الايه الكراتينايزد، لان الكراتين مترسب. تمام، نرجع بقى هنا كده بنقول عندنا الاستراتيفايد سكويموس از النون كراتينايزد، هو عباره عن سيلز ذات از ذا ان ذا سوبرفيشال لاير ار، بتبقى فلاتن سكويموس اند نيوكليتد. طب هي بتبقى موجوده فين بقى؟ احنا قلنا ان هي بتبقى كل جسمنا عباره عن سكويموس، استراتيفايد سكويمس، في الكراتين ما عدا الفتحات اللي بتفتح من جوه لبره، زي مثلا ايه عندنا زي الاورال كافيتي، الانر سيرفيس اوف ليب، لو ادي الليب عندنا الشفاه، ادي لو من جوه الانر ليب والاوتر ليب، في مقارنه بينهم يا جماعه، لو مسكنا الابسيليم بتاع الليب من جوه غير الابسيليم اللي بيغطيها من بره. عندنا القرنية، قرنية العين، عندنا الفاجينا المهبل، عندنا الكنال فتحة ايه المهبل. في بقى يعني سكيما، في ناس بتعملها سكيما ان هي بتقول اكل نانا باكل، يبقى اكل ايه في الاورال كافيتي وعن طريق اللمب برضو في الشفايه يعني، ورؤية أكل ورؤية في النهاية، الرؤية عندنا القرنية، قرنية العين، في النهاية عندنا إيه الفاجينا والأنال كنال، مش الأصل الكنال دي إيه في الآخر، والمهبل برضو يعني دي الأصل حاجات برا، دي الحاجات يعني جاية من جوه، من جوه جسمنا يعني خارجة لبرا. فبالتالي ان هي هتبقى نون كريتينايزد، يعني ممكن نعملها سكيما، او يا جماعه هي ممكن يعني هو يعني حاجه كده، هي بالفهم احنا قلنا حاجه بتفتح من جوه لبره، الاورال كافيتي ادي هنا كده عندنا هو بيفتح من جوه لبره، عندنا الانر سيرفيس اوف ليب ادي هي جوه، ممكن ان انا مثلا يعني ساعات بتلاقيها خارجه بره، يعني اي حد لو ممكن يستطيع ان هو يخرجها، يبقى مخرجة من جوه لبره. عندنا القرنية، قرنية العين اصلا جوه بس ايه متعرضة اهوت للخارج. بعد كده عندنا الفاجينا المهبل، يعني من جوه متعرض للخارج، برضو عندنا الكنال وايه وهكذا. تمام، نيجي بقى للنوع التاني اللي عندنا اللي هو الاستراتيفايد سكويمس كراتينايزد. احنا قلنا كراتينايزد يبقى الكراتين مترسب، يبقى ما عندناش النيوكليا مش هتظهر في السوبرفيشال لاير، فهو هنا بيقول عندنا سيلز ان ذا سوبرفيشال ار نون نوت نيوكليتد. احنا هنا كده شايفين اي نيوكليوس؟ لا خالص. تمام، موجود فين بقى؟ احنا قلنا ان هو بيغطي جسمنا كله، يغطي الجسم كله كله كله. فعندنا هنا كده موجود فين بقى؟ يبقى هو اللي السكن، السكن ده كراتينايزد، في كراتين مترسب يا جماعه، في مهم جدا جدا جدا. وعندنا بيقول لك اند الاوبننج اكون ذا سكن في الاكسترنال اير والاكسترنال نوز والاوتر سيرفيس اوف ذا ليب وال
رفيس. هنا عندنا احنا قلنا السكن، وبيقول برضو اي حاجة بره، اي حاجة بره، كل الجلد من بره هو بيغطيه، هي الاكسترنال ايه دي فين؟ بره الاكسترنال، بره الاوتر سيرفيس بتاع اللي بره، يبقى ده كله كيراتينايزد. السكن بتاعنا ايه؟ كيراتينايزد. بس هنا بيقول ان الركز بالسكن ان هو بيبقى الابيديرمز. السكن عندنا عباره عن ابيديرمز، دي الطبقه الموجوده على عباره عن مجموعه من اللايرز، الطبقه الموجوده عندنا بره السوبرفيشال اللي هي بنسميها ابيديرمز، اما الطبقه اللي تحت بنسميها ديرمز، وهكذا يعني الاستراكشر بس اللاير بتاع السكن. يبقى نقول تاني، لو قلنا عندنا كراتين موجود فين ومش موجود فين، الكراتين موجود فين؟ في الجسم، كل جسم متغطي من بره بكراتين، كل اي جلد تلاقيه بره كراتين، يعني السكن، السكن بره يبقى كراتين. يبقى الاكسترنال نودز، اكسترنال اكسترنال يعني بره، هي اكسترنال خارجيه، اكسترنال نودز، اكسترنال اير، عندنا الاوتر ليب، ليب عندنا الفيس يعني فتحة الشرج، ده كله يعني بره 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 بره، يبقى ايه؟ يبقى كراتينايز، في كراتين. اما مثلا لو جينا قلنا ان اي فتحة، اي فتحة بتفتح، بتفتح يا جماعة بتفتح بره، تبقى جاية من جوه لبره، من جوه، من جوه يا اساسا جوه، ولكن ينفع ان هي تخرج بره، دي بتبقى نون كراتينايز، بس هي في الاساس جوه، في الاساس جوه. اشهر مثال عندنا الانر سيرفيس اوف ليب، يعني الانر سيرفيس بتاع الليب، الليب من جوه ممكن احنا نخرجها بره عادي، بس مكانها الاساس جوه فهي نون كراتينايزد. ماشي، احنا قلنا هنا قلنا كده تمام. نيجي بقى على تاني نوع عندنا، وهو الاستراتيفايد كيوبيكال ابيثيليوم. كيوبيكال احنا قلنا في السيمبل كيوبيكال ابيثيليوم جلاندس ويكن، هنا في الاستراتيفايد كيوبيكال ابيثيليوم بيقول ان هو عباره عن تو لايرز، طبقتين اتنين بس من الكيوبيكال سيل. طب موجود فين بقى؟ موجود برضو في الجلاندس، مش هيحرق، هو كيوبيكال موجود فين؟ في الجلاندس، لكن الجلاندس اللي بتبقى السكريشن بتاعها اكس كراين، يعني بتبقى بتعمل افرازات للخارج. ايه اشهر حاجه عندنا بتعمل افرازات للخارج؟ عندنا الضغط، بيقول لك هنا عندنا السويت جلاند، الغدد العرقيه اللي بتفرز السويت بره، العرق بيبقى مفروز بره. عندنا السبيش جلاند اللي هي ايه؟ الغدد الدهنيه. عندنا اشهر حاجه عندنا الابس، حبوب الشباب اللي بتبقى ناتجه اصلا من البشره، بتبقى اصلا تعرضت يعني مثلا الناس اللي مش بتغسل بشرتها، الناس اللي بتتعرض ل يعني البشره بتعرض بتاعتها لاتربه وبكتيريا كتير، هي دي اللي ايه بتخرج السبيشس ايه جلاند، بيبقى عندها عالي عشان ايه تخرج ده كله بره. فبالتالي سبيشس جلاند بنشوفها في الاسنان، في حبوب الشباب بتبقى بره، هي عندنا الميموري جلاند بتخرج الملك وهكذا. هنا كده عندنا ايه؟ دول كلهم اكسوكراين بيخرجوا افرازاتهم للخارج. يبقى هنا كده خلصنا الكيوبيكال، نقوله بقى يسمى المخص بتاعه ان هو بيقول ان هو تولييرز، ماشي تولييرز من الكيوبيدال سيل. طب موجود فين؟ احنا قلنا كيوبيكال يبقى على طول مرتبطه بجلاندس، مرتبطه بجلاندس. ايه الجلاندس اللي عندنا هنا بقى في الاستراتيفايد؟ عندنا الاكسوكراين جلاند، الافرازات الخارجيه زي الضغط بتاعي، يبقى هنا كده الضغط بتاع السويت جلاند وسبيشس جلاند وماماري جلاند. تمام، نفتكر ان هما بيخرجوا بره، فعاوزينهم ان هما الاستراتيفايد ده بيبقى احنا قلنا يعني بيبقى ادخن كده، يعني معاها ادخن وسميك عن السيمبل، فعاوزين حاجه تستحمل، فدول حاجات هتخرج بره، يعني اكيد لازم السويت جلاند تبقى ايه يعني حاجه كده قويه، فطبعا تبقى ايه كذا لاير، يبقى استراتيفايد مش سيمبل، وهكذا برضو السبيشس جلاند بتخرج لبره، والميموري جلاند برضو، فلازم ايه حاجه تبقى يعني قويه شويه عن الايه السيمبل. نيجي بقى لتالت نوع معانا، وهو الاستراتيفايد كولامينار، كولامينار ابيثيليوم. يبقى الايه سوبرفيشال سيل بتاعته بتبقى ايه؟ كولامينر، ماشي. فهو بيقول هنا بيقول it's similar in structure
to the stratified squamous epithelium, but its layer are least in number. But دي نقف هنا stop. Layers بتاع ال stratified columnar أقل من ال stratified squamous. احنا قلنا ال stratified squamous دي حاجة عالية أوي أوي أوي، ده اللي التخين، ده التخين، ده التخين بتاعنا الايه السكويمس. ده أتقن حاجة عندنا. فهنا بيقول برضو عندنا إن السوبرفيشال، السوبرفيشال سيل بيقول الكولامنر في السيل. طيب موجود فين بقى الكولامنر؟ بيقول إن هو موجود، عارفين هنا كده هقول لي أول حاجة، موجود في اللارج داكت، يعني اللارج داكت بتاع الجلاند موجود فيها الكولامنر، وموجود في الفرانكس اوف كونجنكتيف اوف الكونجنكتيف بتاع الاي دي. دي عباره عن بياض العين، بيبقى حوالي بياض العين اهوت اللي جوه دوت. بيقول ان هو بيبقى ايه، يعني هو بيبقى لايننج بالاستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم، بس يعني اللاين دوت بيبقى الفورنكسز اللي هي الحواف بتاعت بياض العين دي. الفورنكسز اوف كونجنكتيف اوف ذا اي بيبقى عباره عن ايه، استراتيفايد كولامينر كولامينر ابيثيليوم، وبرده موجود في اللارج داكت اوف جلاند. ويبقى كده عندنا ايه، خلصنا الثلاث انواع. قلنا الاستراتيفايد سكويموس الكراتينايز والنون كراتينايز التو تايبس بتوعه، وقلنا الكيوبيكال، وقلنا الكولامين. فنيجي بقى على دي صوره للكيوبيكال. هنا كده عندنا لو جينا شفنا حاجات مربعه اهي، وتو لايرز، تو لايرز يبقى استراتيفايد، ومربعه يبقى كيوبيكال. وادي برضو عندنا لو جينا نفس الحكايه، ادي اللابتشر احنا قلنا ان هو موجود في الكيوبيكال، يبقى موجود في الجلاندس، يبقى موجود في السويت جلاند والماماري جلاند والسليفري جلاندس. في صور في الكتاب عندكم حلوه جدا، والدكتور اللي رسمها بايديها يعني حلوه جدا جدا جدا، احلى من دي حتى. يعني الصوره دي انا مش حاجه جنب الصوره بتاع الدكتور علاء، بس كتغيير بس، انتوا اصلا معاكم السورس التاني، فدي تبقى تشوفوا صور اكتر، بحيث مثلا لو قابلكوا يعني في سورس تاني بالشكل دوت تشوفوها، فاهمين؟ يعني التانية مرسومة بخط الايد ديت ايه، لا دي اصلا جاهزة. تمام، نيجي بقى على اخر نوع معانا، وهو السبيسيفيك تايب اوف ابيثيليوم. مش احنا قلنا سبيسيفيك تايب للاستراتيفايد، يبقى انا قلنا سبيسيفيك تايب للابيثيليوم. ايه السبيسيفيك تايب بقى للابيثيليوم؟ عندنا نوع اسمه يورو ابيثيليوم او ترانزيشنال ابيثيليوم. يورو معناها ايه؟ يورو عندنا في في اللاتين يورو معناها يورينري سيستم. يورو جاية من يورينري سيستم. نوع الابيثيليوم دوت مش موجود غير في اليورينري سيستم تمام. الابيثيليوم ده مش موجود غير فين؟ في اليورينري سيستم. فهو بيقول هنا كده عندنا ان هو سبيسيفيك طيب من الاستراتيفايد. اهم حاجة يعني بصوا، هو انا كنت ثواني هقول لكم، يعني هشرح وبعدين نبقى نقرأ ماشي. ليه احنا قلنا ان هو نوع خاص؟ لانه هو نوع سبيسيفيك، عنده خواص سبيسيفيك بيه قوي جدا. هو موجود فين؟ في اليورينري سيستم. هقول لكم حاجة، عارفين النوع دوت بيميزه يعني الانواع التانية، ان هو لديه القدرة على ان هو يعمل استريتشنج، ان هو يستريتش معانا. تمام، فبنقول ان كل الخلايا اللي احنا قابلتنا من اول ما شرحنا الابيثيليوم كلها بتبقى ايه، جنب بعضها جنب بعضها كالبنيان المرصوص، كاول قاعدة قلناها في
في اول الشابترز ان خلايا الابيثيليوم كلها بتبقى جنب بعضها، لازقه ببعضها كده على طول، عامله جانكشن، و مفيش اي فواصل فين بينها، ان انتربتد. نفتكر كده قلنا بتبقى في جانكشن و ان انتربتد قلناها في الاول كده، يعني بتبقى لازقه ببعضها كده، قلنا وقتها هي عامله زي البنيان المرصوص. كل الخلايا قلنا كده كقاعده عامه، لكن في حاجه خلفت القاعده دي، عشان كده في نوع خالف القاعده دي فسميناه حسب المكان الموجود فيه، وهو اليورو ابيثيليوم في اليورينري سيستم. دوت يعني الخلايا مش بتبقى متصلة ببعضها، الخلايا للأسف بتبقى في يعني خلية وفي سبيس، في فاصل بينها فراغ وخلية جنبها. طب السبيس دوت فيه ايه؟ فيه ميوكس. هقول لكم هو في الاسترتشنج دوت بيحصل ازاي. هي المثانة لما بتبدأ تتملي باليورين، بصوا في البداية يعني ان ايه، عندنا الخلايا بتبقى اهيت جنب بعضها، في سبيس اهيت والسبيس موجود، ومثلا عندنا كام، نقول احنا بنتكلم في استراتيفايد، عندنا يجي ايه مثلا 6 طبقات، نمشي على اساس 6 ماشي، 6 طبقات 8 طبقات قصدي ماشي، يعني على حاجه. فاللي بيحصل ان المثانه لما بتبدا تتملي باليورين بتبدا تحصل لها بقى ستريتش، توسع 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 توسع، فايه جدارها بيبدا ان هو ايه يتنفخ بقى، فتوسع توسع توسع، فيحصل ستريتش، تقوم الطبقات الصفوف بقى تبدا تقل، تطلع يبقى الخلايا تنزل من تحت للسبيس اهوت، تنزل تقوم شده الميوكس دوت، يشد الصفوف ينزلها في الفراغات. في ميوكس، الميوكس ده يا جماعة يعني حاجة كده، يعني حاجة كده يعني عاملة زي اللعاب كده، يعني بتسهل الحركة، فاهميني بالظبط. فاللي بيحصل بقى ان المثانة لما بتبدأ تتملي باليورين، فطبعا هيحصل ستريتش ستريتش ستريتش، فتبدا بقى السيلز تقع من تحت من الطبقات اللي فوق، تقوم نازله في السبيس، نازله في السبيس، نازله في السبيس، اللي بيسهل دوت الميوكس، لغايه ما ال8 طبقات بتوعنا يقلوا للنص ويوصلوا ل4 طبقات، وتبقى كده بس انا خلاص فضه، خلاص جابت اخرها وما معادش في مكان. بصوا هو ابسط مثال كده عندنا البالونه، المثانه بتاعتنا بالظبط عامله زي البالونه. شفتوا البالونه لما بنفوق البالونه في الاول بتبقى تخينه، جدارها هو التخين 8 لير، نبدا بقى ننفخ في البالون اللي استريتش 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 معانا، واول ما تتنفخ جدارها هتلاقي رفيع ال3 لير بالظبط، هو دوت خواص اليورو ابيثيليوم. اليورو ابيثيليوم يعني دوت ليه خليناه لوحده عشان كده، بس هو نوع خاص سبيسيفيك، ادي القدرة عنده خاصية الاستريتشنج، الخلايا بتاعته مش بتبقى اديجن، مش بتبقى ولا عاملة جنكشن مع بعضها، لا ده بيبقى فيه سبيس ما بينهم مليان بالميوكس. تمام، دي الخلاصة. نيجي بقى نقرأ اللي موجود عندنا، بيقول ان هو سبيسيفيك تايب اوف استراتيفايد سكريمز، دوت عارفينها. تمام، تاني حاجة عندنا بيقول ان هو بيبقى موجود على سن و كوريجيتد بيزمنت ممبرين، يعني سن يبقى رفيع، يعني بيبقى البيزمنت ممبرين بتاعه بيبقى رفيع، و كوريجيتد معناها معرج او مموج زي ما قلنا في الاول. ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان يشد يفرد معايا، لما بيحصل ستريتشنج التعريق دي بتبدأ بقى تفك، فيفرد بقى معايا كده، فاهمين؟ حاجة معرجة التعريق ادي هوت، لما يحصل له ستريتش فيبدأ ايه ان هو يتفرد معايا. تمام، عشان كده البيزمنت ممبرين بتاعه بنقول ان هو بيبقى عبارة سن رفيع و كوريجيتد بيزمنت ممبرين. بيقول عندنا ان السوبرفيشال سيل بتاعته بتبقى كيوبويدال و دوم شيب. يعني ايه دوم شيب؟ دوم شيب ديت عامله زي القبه او القبعه، قبه او قبعه، تعال نشوف كده صوره ليها، ادي هي بالظبط. ف
بصوا هي هتظهر في هنا كده الاستراتيجيكال بيكتشر اكتر. ادي اهو بيقولوا عامل ادي كيوبيكال كيوبيدال دي على شكل مكعب الخلايا، وعندنا هنا السوبرفيشال هنا من فوق كده بتبقى عامله زي دوم دوم اهو دوم اهوت يعني قبعه، وبتاخد شكل كونفكس. بصوا احنا عندنا هنا كده هنقول ان هي ادي كده الشكل ده وادي الشكل ده، ده شكل محدب وده شكل مقعر. محدب بنسميه كونفكس، مقعر كونكيف، تمام. فهو بيقول عندنا هنا ان هو بيبقى واخد بس دم. ماشي، نرجع تاني للداتا بتاعتنا نكمل خصائص. احنا قلنا شفناها بقى كيوبويدال ودوم شيب، تمام. بعد كده عندنا بنقول ان some of the superficial cells may contain two nuclei، بيقول لك ان السوبرفيشال سيل دي بعضها بيبقى فيها تو نيوكليي، ودي حاجه بتميزه جدا جدا جدا، تميز لنا الصور الاستراتيجيكال بتاعته. لو جينا بصينا هنا كده هنا اهو هتلاقي عندنا اهوت هنا ايه تو نيوكليي. دي مهمه جدا جدا جدا، نحاول نركز لما تجينا صوره نشوف فيها هل هي فيها تو نيوكليي ولا لا. ودي على فكره ما بيبقى جايب ترانزيشنال ايبيثيليوم بيجيب التو نيوكليي دي، لان دي علامه مميزه ليه جدا هي والدم شيب. فاول اصلا ما تشوف عينيك على طول تلقط التونيوكلياي، وبيبقى موضحهم جدا على فكره، يعني هو بيبقى مسهل السلايدز جدا. اول ما نشوفهم نقول على طول ان هي ايه ترانزيشنال ايبيثيليا، تمام. بعد كده بيقول عندنا هنا كده ان ذا سوبرفيشال سيلز ار كفرد ويز ميوكس لايك سبستانس. مش احنا قلنا ان السيلز بتاعته مش بتبقى جنب بعضها، احنا قلنا بتبقى عامله ازاي، بتبقى ادي السيل وادي عندنا سبيس وادي سيل، قلنا دوت ايه ده سبيس، السبيس دوت فيه ايه في ميوكاس سكريشن، تمام. which acts as an osmotic barrier between the urine والتشو فلويد. بالظبط كده، الميوكس ده اساسا هو اللي بيساعد، ميوكس المخدر يعني يا جماعه، يعني مش هو حاجه بتسهل الحركه ان الخلايا تنزل من فوق لتحت زي ما انا شبهتها لكم في الاول. بس بعد كده عندنا بيقول ان البيز سيل لاير فورم، احنا قلنا ان اي بيز لاير نفتكر كده الاستقلين في الايه في الاساس في الاول، واحنا بنتكلم في الاستراتيفايد قلنا اي استراتيفايد في ثلاثة لايرز، بيزل لاير وميدل او انترميديت لاير وسوبرفيشال لاير. قلنا البيز لاير دي بيز لاير ثابته والسيل بتاعتها بتبقى كولامينر. طب ازاي بقى يا دكتور قلتي كولامينر في الاول وجاي دلوقتي بتقول لنا ان هنا في الترانزيشنال بتبقى هاي كيوبويدال سيل؟ هقول لك ان انت صح وانا صح. طب ازاي؟ لان في النوع بتاع الترانزيشنال ايبيثيليوم الكولامينر بيبقى لو كولامينر، لما يبقى لو كولامينر يبقى ايه؟ يبقى مكعب. بالظبط، عندنا عمود طويل اهوت خلينا صغير، يعني تشبيه المثال يعني عندنا عمود طويل خلينا صغير بس ادي اهوت هو بس، يعني لو العمود ده بتاعنا ده صغير لو، عشان كده قلنا ان هو كيوبيدال، بس قلنا ان هو هاي كيوبيدال بقى بس، يعني مكعب اهو، يعني هو نفس المعنى، تمام. بعد كده عندنا انترميديت لاير، قلنا ان هي بتبقى بولي هيدرال متعددة الأجواء أو بولي جون اللي هو نفس الايه المعنى، تمام. نيجي بعد كده عندنا على تاني حاجة معانا وهي الستريتشنج. احنا قلنا اللي بيميزه الستريتش، خاصية الستريتشنج دي
فبيقول لك هنا عندنا ال the number of cell layer decrease بيقل. مش احنا كنا قايلين في الاول ان هما 8 layer، بعد كده هيبقوا 4 layer لما ايه، لما اليورين يتملي، اللي قصدي لما المثانة تتملي باليورين. فبيقول بقى with distance of the organs and regulatory increase بيحصل distension في الأورجن في المثانة، بتبدأ بقى ان هي تكبر تكبر تكبر. when the organ is contracted or empty، هي بتتغير، بيحصل لها ان هي بتقل او بتزيد، سواء في الكونتراكشن او في الانتي بقى بنحددها. بيقول لك مثلا عندنا هنا في الان فول ديستنتد يورينري بلادر، لما اليورينري بلادر تبقى فول ديستنتد اللي بيحصل ذا ترانزيشنال ابيثيليوم از فورمد اوف من 3 ل 4 لاير. مش احنا قلنا بقى لما هتتملي هي، هقولك بيقولك هي وين only while in an empty bladder is formed of 6 to 8 layers. ايه اللي بيحصل بقى؟ هو هنا بيقولك في الامتي لما بتبقى اصلا المثانه ما فيهاش اليورينري بلادر ما فيهاش يورين، بتبقى من 6 ل 8 طبقات دوت العادي. هنا كده بيقولك لما بتبقى اليورين امتي، البلاد اليورينري بلادر بتبقى امتي، يبقى بتتكون من 6 ل 8 طبقات. احنا قلنا بقى لما هتتملي باليورين فهتبدا بقى ستريتش ستريتش ستريتش، فتبدا بقى الطبقات تنزل من تحت في السبيس تحت، واللي بيساعد على دوت المخاط الميوكس الموجود، لغايه ما تقل للنص وتنزل من 3 ل 6. بس هي دي خلاصه ده كله. بس لما بتبقى فول ديستندد ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني عملنا ستريتش على الاخر فوصلناها من 3 ل 4. اما لما بتبقى انتي فارغه بتبقى من زي ما هي الفورم بتاعها اللي هو من ايه، من 6 ل 8. تمام. بعد كده انت موجوده فين بقى؟ موجوده في ال... احنا قلنا في الايه، في اليورينري سيستم. يبقى موجوده فين؟ بيقول في المينور اند ميجور فالسز اوف في الكدني، دي موجوده خلايا تيوبس معينه في الكدني، وموجود في اليوريتر واليورينري بلادر والبروستاتيك بارت اوف ميل يوريسترا. يبقى انا كده البروستاتيك بارت اوف ميل يوريسترا ده كل اللي تبع اليورينري، ده كله تبع اليورينري سيستم. اول حاجه لما يجي لنا اي حاجه تبع اليوريسترا، قصدي يوريتر، يورينري بلادر، بروستاتيك بارت اوف ميل يوريسترا، او المينور والميجر كالسس في الكدني، ده كلهم تبع ايه اليورينري سيستم. يبقى هو ترانزيشنال ابيثيليوم. بصوا نصيحه يعني، احنا الحمد لله الحمد لله بفضل الله كده خلصنا. بس لا ثواني، عندنا البيكتشر الاخيره، واحنا قلناها واحنا بنشرح ان هو بادي عندنا الدوم شيب، والكيوبيدال هي بتبقى شكلها بيبقى كيوبيدال، وعندنا التون الكلياي اللي بيميزها، ودي عندنا ده كده ترانزيشنال ابيثيليوم. ترانزيشنال ابيثيليوم لما بيجيبه لك في سلايد هتلاقي على طول التون الكلياي دي اهم بقى بيميزها، والدوم شيب دول اهم حاجه يعني نعرف الكيتشر بيها. في بقى نصيحه احب يعني اقولها لكم، يعني طول احنا كده خلصنا الحمد لله الستراتيفايد والسامبل ابيثيليوم بجميع انواعهم بكل حاجه فيهم. يعني حاول بقى، انا يعني خلاص خلصتهم اهوت، وفي كل جزء انا كنت براجع، يعني بشرح وبراجع بشرح وبراجع. يعني هتخلص بس الفيديو يا دوبك بس تقرا الداتا، يعني وانا كده كده وانا بقول براجع 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 كاني بذاكر معاك بالظبط يعني. وانت نفس الحكايه، يعني ما تعملش بقى سكيب يا جماعه، هتضيع فيه وقت تاني. لا اعيده، ما تعيدش، انا عايده معاك اهوت خلاص. هو بس انت يعني تسمع، ومثلا لو معاك هتطبع السلايدز ديت، هتطبع معاك السي دي هتسمع عليهم يعني. بس هو يعني تخطط بس معاك كده يعني لو انت حابب. اما يعني الحمد لله يعني فط في الشابترز، واتمنى اتمنى اتمنى ما يكونش في، يعني لو في تقصير ف
يعني مني اكيد يعني، فربنا الحمد لله يعني عني ان انا اشرحه يعني اوصله على قد يعني ما اقدر. ما فيش حاجة يعني، لو في حاجة في تقصير يعني او حاجة قصرت في شرحها يعني، اتمنى لو مش فاهمين يعني تبعتوا تاني. واي حد محتاج حاجة ف والله يعني يبعت، ويعني مش جدا، وكل التيم تحت امره. مش فاهم اي حاجة ابعته، والله بتلاقي ناس بتساعدك. يعني مثلا مش فاهم مني هتلاقي غيري بيشرحهولك يعني بدون طري خالص. اهم حاجة بقى في شابتر الابيسيليم ده الكلام كتير جدا جدا جدا. يعني حابة اطمنك يعني دكتور علا ما بتحب تجيب الامتحان، يعني مش بتحب تصعبه يا جماعة، بس يعني تبقى مذاكر يعني مذاكر. عملت انا عملت لك سكيمات للإبيثيليوم، قلت لك اهم الاماكن المشهوره، ده مهم جدا. دكتور عم بيجيب اهم الاماكن المشهوره في يعني مثلا ما تجيبلكوش الكونفليتد تبيول بتاع الكدني هي موجوده في تو إبيثيليوم، ما تجيبش تو إبيثيليوم يعني عقليا مش ليه السؤال. يعني الناس اللي بتحب تعقد يا جماعه، بس ده الكونفليتد تبيول اوف كدني موجوده في تو إبيثيليوم. طب لو الدكتور عجبك يا جماعه ما تعقدوش الدنيا، والله الدنيا سهله. و والله ما صار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او الدكتور يعني باذن الله يعني مش بتجيب حاجه صعبه. واهم حاجه بس يعني اتمنى ان تكون استفدتوا من الفيديو. و احب اقول لكم بقى يعني تقريبا ان انتوا فرهدتوا دي يعني خلاص. دي بقى ريفيو كده عن الاستراتيفايد سكويمس ابيسيليوم. احنا قلنا استراتيفايد يعني حاجه سريعه بس والله نسيتها. استراتيفايد دي بتتكون من اكتر من لاير. ده كله ايه؟ يبقى استراتيفايد. تمام. اول لاير لو جينا بصينا على ده، ادي عندنا اهيت مبططه فلات ايه فلات على السيرفس فلات. يبقى ديت ايه؟ يبقى دي سكويمس. ادي تاني واحد عندنا على شكل كيوبيكال اهوت، كيوبيد المكعب اهوت. تاني واحد عندنا كولامنر عمود اهوت. اخر حاجة عندنا وهو الترانزيشنال، ودوت بيبقى دي اهوت كيوبيكال. وفي يعني لو جينا ركزنا شوية نلاقي ايه؟ الدوم شيب. الدوم شيب يا جماعة برضو ممكن نزود ده، بيبقى كونفكس. كونفكس اهوت محدب، شكله الاوتر لاير بتاعته بتبقى محدبه، والانر لاير بتبقى كونكيف مقعره. تمام. ودي برضو دوت برضو عندنا بكيتشرز تاني للسيمبل للابيسيليوم كله. ادي عندنا وان لاير يبقى ده سيمبل، وان لاير يبقى ده سيمبل، وان لاير يبقى سيمبل، وان لاير يبقى سيمبل. هنا كده عندنا الفلات سيل يبقى سكويموس. برضو هنا عندنا مربعة يبقى الكيوبيد. اللي عندنا عمودية كولامينر. بعد كده عندنا اكتر من لاير يبقى استراتيفايد، الخلايا مبططة الفلاتة هي فوق والفقيعة سكويموس. بعد كده عندنا دوت الترانزيشنال. ترانزيشنال اهوت يا جماعة بقى يعني هنا تقريبا دوم شيب باينة اهي قوي. دوم شيب فاهمني اهو. ودي عندنا كيوبيكال اهي كيوبيد. بقى اخر بقى حاجه عندنا الزود ستراتيفايد كلامبر ويز ايون ويز جوبلت سيل. دوت اللي هو ادي جوبلت سيل اهي، دي جوبلت سيل. الصوره دي البكتشر دي واضحه من الصوره اللي كنا جايبينها في الاول. جوبلت سيل بتبقى واضحه قوي لما بيجيب سلايدز فيها الزود ستراتيفايد كلامبر، بيجيب معاها جوبلت سيل لان هي اصلا هي اللي بتوضحها يعني قوي. وادي عندنا برضو ممكن الخلايا طويله اهي، خلايا قصيرة، وكلهم على البيزمنت ممبرين. بس يعني اخيرا فهيست بقى خلاص يعني في النهاية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.